بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي بكل مكان، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من الاستوديو التحليلي. والنهاردة إن شاء الله هيكون لقاء الأهلي والجونة. قبل ما نروح ماتش النهاردة تعالوا أقول لحضرتكم تشكيل النادي الأهلي وبعدين نتكلم في موضوع النهاردة. تشكيل النادي الأهلي مع حضراتكم: محمد الشناوي لحراس المرمى، ناحية اليمين أحمد رمضان، ناحية الشمال أحمد نبيل كوكا، الاثنين اللي في القلب قلبي الدفاع سعد سمير ورامي ربيعه، اثنين وسط دفاعي اكرم توفيق واليو ديانج، قدامهم وسط امامي ثلاثه هيبقى كهربا وحسين الشحات على الاطراف، وفي وسطهم ناصر ماهر، وقدام محمد شريف. نقوله مره ثانيه: الشناوي لحراسه المرمى، احمد رمضان ناحيه اليمين، احمد نبيل كوكا ناحيه الشمال، سعد سمير ورامي ربيعه اثنين قلبي دفاع، اثنين وسط دفاعي اكرم توفيق واليو ديانج، ثلاثه وسط امامي كهربا وحسين شحات على الاطراف، في وسطهم ناصر ماهر، وقدام مهاجم وحيد محمد شريف بالتوفيق ان شاء الله. قبل بقى ما نتكلم عن ماتش النهارده، بكره باذن الله يوم تاريخي في حياه كل اهلاوي بشكل خاص. هتقول لي ليه؟ اولا هو بشكل خاص حاجه تخص النادي الاهلي، الرياضة المصرية كشكل عام، ولكن بكرة بداية انطلاق الحلم الأهلاوي. بكرة إن شاء الله وضع حجر الأساس في استاد الأهلي حلم كل أهلاوي صغير أو كبير. إحنا لينا الشرف إن الاستاد ده فعلا حاجة فخمة تليق بنادي القرن، بالنادي الأهلي العظيم. استاد هيكون فخامة ورقي بيعبر عن فعلا كبير القارة الأفريقية، بيعبر عن النادي اللي بينافس على كل بطولة بيشارك فيها، بيعبر عن نادي صاحب الأرقام القياسية. فعلا من حق كل أهلاوي أن يفتخر بانتمائه للنادي الأهلي الكبير اللي فعلا رائد في كل شيء، مش بالكلام، لا بالفعل. الأهلي سباق في كافة المشروعات سواء جديدة أو حتى اللي من فترة، من زمن، له الريادة والسبق في كافة المجالات، في كافة المجالات، إنشاءات، إدارة، مشاريع. مشروع استاد الأهلي حلم كان بيراودنا كلنا، ولكن بكرة إن شاء الله الحلم الحقيقة هتبقى بكرة إن شاء الله، بداية الحلم هتتحقق بكرة إن شاء الله. فاكرين حضراتكم كلمة الكابتن محمود الخطيب في افتتاح استاد الأهلي الجديد اللي هو الأهلي وي السلام، لما قال ان احنا وجمهور واعضاء النادي الاهلي بقول لهم بس ان استاد الاهلي بمدينه السلام ده مجرد خطوه واحده بس، خطوه دي بدايه، لكن عمر النادي الاهلي ما هيتخلى عن حلمه، حلمه ان يكون له استاد خاص بيه، بيت هيلعب عليه ماتشاته، وده قريب ان شاء الله. الكلام ده كابتن محمود الخطيب قاله ما كملناش خمس ست شهور، والحمد لله وعد، وعد بالكلام اللي قاله، الكلام اللي قاله ما كملناش عليه ست شهور بقول لحضراتكم، والحمد لله رب العالمين. بكرة الحلم هيتحقق ويبقى حقيقة، بداية الحلم بكرة هتتحقق وتبقى حقيقة. استاد لنادي الوطنية، نادي القرن، بيعبر عن فخر الأهلوية لأنهم عارفين قد إيه ناديهم وطني، ناديهم صاحب المبادئ والقيم. كابتن خطيب كشف طبعا في اليومين اللي فاتوا او الفتره اللي فاتت عن التعاون اللامحدود اللي لقاه من المسؤولين والمؤسسات الوطنيه بالدوله، وكمان بدا واضح جدا ان عندهم اهتمام جدا بالمساعده، بمساعده نادي الاهلي، وان هم يدوا له الدعم علشان يخش على حلم كل اهلاوي ويبتدي ينفذه. وزي ما احنا عارفين، زي ما احنا عارفين ان الرياضه المصريه ليها السبق في كل حاجه تخص رياضه، سياسه، ثقافه، كل حاجه، كل حاجه. الاداره المصريه بتعمل كل حاجه على جميع المستويات بحيث انها توفر كل حاجه للشعب. فحلم النادي الاهلي شكر فيه الكابتن خطيب طبعا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي،
والقادة السياسيين واللي كانوا ورا تنفيذ الحلم ده. طبعا حلم ان شاء الله بكرة بإذن الله كلنا متابعينه، وكل اهلاوي من حقه يفتخر بانتمائه للنادي الاهلي. طبعا دلوقتي نتكلم على قرعة دورة بطولة افريقيا لدور الثمانية، واللي وصل فيها من مصر بس النادي الاهلي. طبعا هي اتعملت النهاردة واسفرت عن مواجهة النادي الاهلي مع سان داونز الجنوب الافريقي. انا عن نفسي مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد كده، انما انا كنت اتمنى ان احنا نقابل سان داونز. كنت اتمنى، كنت طبعا طالما وصلت دور الثمانية تلعب اي حد مفيش مشكلة، احنا اتفقنا على الكلام ده قبل كده. ولكن كنت اتمنى ان انا اقابل سان داونز دلوقتي. والحمد لله اتحقق، يعني ان شاء الله باذن الله تكون فتحة خير. اقول لكم سان داونز ده احنا يمكن سنتين ورا بعض لعبناهم، سنة خسرنا منهم، السنة اللي فاتت لما كسبناهم خدنا البطولة. ممكن يكون ده فال خير ان شاء الله رب العالمين. هيبقى ماتش الذهاب هنا يوم 14 او 15 مايو، والعودة ان شاء الله هتبقى 21 او 22 مايو في جنوب افريقيا. دي قرعة النادي الاهلي اللي كانت موجودة النهاردة. هنكمل كلامنا، بس الاول تعالوا بينا نروح لمراسلنا الاعزاء في ملعب المباراة ونشوف اخر الاجواء عندهم ايه. معانا فاروق صلاح وكريم احمد. مساء الخير يا فاروق. كل التحيه ليك يا كابتن ايمن، كل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من استاد الاهلي والسلام. وواحده من مؤجلات الاسبوع السادس عشر هي مواجهه فريق النادي الاهلي مع فريق الجونه. مباراه طبعا صعبه جدا وفي محطه من المحطات المهمه جدا لفريق النادي الاهلي يا كابتن ايمن، في ظل يعني ضغط المباريات وتلاحم وظروف صعبه جدا بيعيشها فريق النادي الاهلي. كل يومين بتلعب مباراه، وبالتالي مستر بيتسو موسيماني بيلجا لعمليه الروتيشن والتدوير اللي بيعمله ما بين اللاعبين. بنشوف النهارده زي ما حضرتك استعرضت التشكيل بيدي الفرصه لناصر ماهر من بدايه اللقاء، يعني على حساب مجدي قفشه وايضا اكرم توفيق وديانج بدلا من السوليه. زي ما حضرتك استعرضت التشكيل وقلت التشكيل، يعني لو حطينا الجمهور اكتر في ظروف النادي الاهلي، مران واحد بس يا كابتن ايمن اللي اداه فريق النادي الاهلي، وكان بالامس على استاد مختار التتش في حضور الكابتن محمود الخطيب. عارف يعني نظرا لضيق الوقت جدا مفيش وقت انت تشتغل على احمال او تشتغل على جوانب فنيه او جوانب خططيه، بيبقى في اضيق الحدود جدا بتحاول تشتغل على بعض الكرات الثابته او الجمل الفنيه، ولكن مستر بيتسو موسيماني بيبقى حريص ان هو يعيدها اكتر من مره، يعني بيحاول ان هو يتجنب ويدي الفرصه لكل اللاعبين، وايضا وجود مجموعه من اللاعبين الناشئين. ايضا النهارده بقى التفاصيل اليوم وكواليس اليوم في فندق الاقامه، طبعا كان الحدث الاهم طبعا هو قرعه دوري الابطال، وزي ما حضرتك استعرضت طبعا اللعيبه لم تتطرق للحديث عن القرعه كابتن ايمن، اللعيبه مركزه تماما في مباراه الجونه. ايضا الفريق والجهاز الفني عايز يمشي واخد الخطوات خطوه بخطوه، ناخد الجونه ثم غزل المحله ثم الاتحاد ثم الزمالك. ولكن يعني مستر بيتسو موسيماني او يعني بعض افراد الجهاز الفني قال لك احنا النادي الاهلي ما كانش فارق معانا هنلاعب الترجي او هنلاعب الوداد او اللاعب فريق سان داونز، ان شاء الله احنا بندافع عن بطوله افريقيا، بندافع عن بطوله الدوري وعن كاس مصر. النهارده ايضا طاقم تحكيم لهذا اللقاء بقياده محمد عادل حكم الساحه، بيعاونوا شريف عبد الله ومحمد عزازي الحكم الرابع، محمد فاروق اثنين لتقنيه الفيديو، صبحي العمراوي وحماده القلاوي. انا موجود معاك يا كابتن ايمن لو في اي استفسار او اي تساؤل. شكرا جزيلا الزميل العزيز فاروق صلاح. معانا كريم احمد. مساء الخير يا كريم. اهلا بيك طبعا كابتن الكبير كابتن ايمن شوقي، كل التحيه ليك والكابتن طبعا كل جمهور النادي الاهلي. تحدي جديد في ظل ضغط رهيب الحقيقه للمباريات لفريق النادي الاهلي، الاهلي والجونه هنا طبعا على استاد الاهلي ويا سلام. يا رب ان شاء الله باذن الله كل التمنيات لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه مع الضغط والاجهاد الكبير، لكن خلاص هو قضاء وقدر كل المباريات، لابد يكون في جاهزيه تامه لكل اللاعبين، فان شاء الله النهارده يكون اليوم موفق للاعبي النادي الاهلي. يمكن الجو عايز ابدا معاك بيها كابتن ايمن، شفنا طبعا صباحا كان في درجه حراره قاسية ويمكن قوية جدا، لكن الحقيقة في هذه التوقيت يعني الجو مميز جدا، إن شاء الله يكون إشارة لأداء مباراة مميزة لفريق النادي الأهلي. يمكن زي ما زميلي فاروق صلاح طبعا اتكلم على الكواليس الخاصة ومعلومات فريق النادي الأهلي، أكلمك طبعا على الاستعدادات الخاصة لنادي الجونة تحت القيادة الفنية طبعا للكابتن رضا شحاتة، اللي اتكلم على نقطة مهمة جدا طبعا مع التحضير الفني، يمكن حفز اللاعبين وأكد على نقطة مهمة جدا هو استغلال حاله الاجهاد اللي فيه لعيبه النادي الاهلي. يمكن طبعا ده اكيد حق مشروع طبعا لكل المديرين الفنيين اللي بتقابل فريق النادي الاهلي،
لكن اكيد الكل هيشتغل على هذا الامر، وده امر اكيد هيبقى مؤثر بشكل كبير لعيبه النادي الاهلي. الغيابات والاصابات كبيره الفتره اللي فاتت، لكن مع التحضير الجيد مع بيتسو موسيماني ولعيبه النادي الاهلي وشخصيه كل لاعب اللي بنشوفها في كل المباريات بتخلينا عندنا طمانينه شويه. لكن اكيد حق مشروع للكابتن رضا شحاته طبعا وكل لعيبه النادي الاهلي يكون في طمع بلغه الكوره في هذه المباراه مع خساره في كاس مصر الاخيره وخروجهم امام اسوان، لكن ان شاء الله باذن الله المباراه تكون جيده، بيتسو موسيماني يكون قارئ المباراه بشكل جيد جدا. كمان يمكن تعرف في كوكبه كبيره من نجوم النادي الاهلي كانت متواجده في صفوف فريق النادي الاهلي من نادي الجونه، فان شاء الله نشوف مباراه جيده للفريقين. لكن اكيد كل التمنيات في البدايه والنهايه تكون لفريق النادي الاهلي، والحصول على 3 نقاط يساعد النادي الاهلي بشكل كبير جدا جدا في الوصول الى القمه، ومنها الحفاظ على لقب بطوله الدوري العام. دي كانت ابرز الكواليس يا كابتن ايمن حتى هذه اللحظه في استاد الاهلي والسلام، لكن هنكون مستمرين معاك لحظه بلحظه عقب انتهاء المباراه، وان شاء الله نبارك لفريق النادي الاهلي على فوزه على فريق الجونه. عوده لك من جديد والكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزملاء الاعزاء فاروق صلاح وكريم احمد. عموما بعيدا زي ما كنا بنتكلم عن مواجهه سان داونز، بعيدا عن اي مواجهه، الاهلي ان شاء الله ان شاء الله جاهز لاي مباراه واي منافس. احنا بس كل اللي نتمناه الابتعاد عن الاصابات والتوفيق من عند ربنا. لو حضراتكم بقى بمناسبه الاصابات والغيابات وضغط المباريات، احنا كنا بنتكلم على 3-4 ماتشات ورا بعض الاسبوعين دول. الاول كانوا 9 ماتشات لعبنا منهم 5 ناقص 4، ومنهم محافظات، يعني اروح اسكندريه وبعدين اطلع اروح المحله وبعدين اطلع على اسكندريه وبعدين ارجع القاهره وبعدين ارجع ماشي. اتحاد الكوره نزل لنا بقيه الجدول لحد سبتمبر ان شاء الله. لو اقل ما يوصف بيه اقل ما يوصف بيه الجدول ان هو كارثي كارثي. حضراتكم شايفين التسع ماتشات اللي احنا خدناهم ورا بعض دول، كل 3 ايام ماتش، هو يومين والتالت يومين والتالت، هو لحد سبتمبر. انا عايز افهم، هو اتحاد الكوره عايز مننا ايه؟ يعني عايز توقعنا؟ ده احنا حتى الماتشات اللي بره الخارجيه النادي الاهلي هو ممثل مصر الوحيد. يعني انت عامل حتى مش عامل حساب للحته دي خالص. طيب الاجهاد سعادتك اللي هيصيب لعيبه النادي الاهلي اللي هم اصلا نصهم اساسيين في منتخب مصر، دول هيروحوا منتخب مصر يلعبوا ازاي؟ ده يعني ان شاء الله ان شاء الله يكملوا وربنا يبعد عنهم الاصابات. يعني هداخل على تصفيات كاس العالم 2022 اللي نص الفرقه من النادي الاهلي هتبدا في شهر 6 اللي جاي، وانت بتلعب النادي الاهلي كل يومين والتالت ماتش. تخيلوا حضراتكم، انا مش عايز اجيب لكم الجدول، الجدول كده ما عدا طبعا الماتشات بتاعه المنتخب وماتشاتنا احنا في بطوله افريقيا، كل 3 ايام ماتش. يعني انا لو قريته هتعب مش هقراه. يعني هو الاهلي لما يعترض او بيقول ان الكلام ده يعني زايد عن الحد، تقوم انت تعند ولاخر السنه تديني جدول اقصى منه؟ مين اللي بيقول كده يا جماعه؟ هو مين الجهبذ اللي بيحط الجدول الدوري؟ مين؟ ومين بالطريقه دي؟ يعني انت هنقول لو ما لعبتش كوره، لو انت ما لعبتش كوره، لو انت موظف عادي، لو انت حسابات، لو انت اداري، استحاله تحط الجدول الدوري بالشكل ده، استحاله. نفس السيناريو اللي فات مش هو بقى، لا ده فعلا كربون لحد اخر سبتمبر. ده تدمير للحاله البدنيه للاعيبه النادي الاهلي. يعني مش كفايه ان احنا اصلا ما عندناش وقت لا الراجل يصحح اخطاء مستر موسيماني، ولا يبقى في استشفاء، ولا في راحات كافيه، ولا حتى ان واحد يعني لما واحد دلوقتي لا قدر الله يتصاب في اسبوع بيعدي منه 3 ماتشات. في اسبوع واحد يعدي منه 3 ماتشات. مش عايز اتكلم تاني، احنا دلوقتي المهم بنتكلم على ماتش الجونه النهارده ان شاء الله. طبعا الجونه منافس قوي النهارده، خصم قوي، يمكن بدا الموسم بدايه جيده جدا، حصلت له هزه بعد كده، وبعدين ابتدى شويه يستعيد، ماتش يكسب ماتش يتعادل ماتش يخسر، ولكن هو النهارده عنده دوافع زي ما النادي الاهلي عنده دوافع، بس النادي الاهلي عنده الدوافع اكبر. وان شاء الله باذن الله التحدي النهارده مش يعني احنا كل مره بنقول نفس الكلام، تحدي الصعاب، تحدي ضغط المباريات، تحدي الاصابات، تحدي الغيابات، تحدي تعنت اللجنه الثلاثيه بتاعه اتحاد الكوره. ان شاء الله قادرين،
ولاعيبه النادي الاهلي اي حد يلعب قادرين باذن الله رب العالمين. ولكن انا عايز اقول حاجه، انا ما بلتمسش العذر، بس انا بقول لحضراتكم الواقع على الطبيعه، الواقع على الطبيعه. انا عن نفسي عايز كل ماتش النادي الاهلي يبقى اداء ونتيجه، ولكن في الوضع ده صعب، صعب جدا. انا بقى كل اللي يهمني دلوقتي زي جمهور النادي الاهلي الثلاث نقط، والاهم عندي ان مفيش حد كمان يتصاب تاني، واللي اتصاب يرجع باذن الله رب العالمين. ده في ماتشات يا جماعه لو انتوا هتشوفوا بعد كده الجدول، هنطلع من الملعب بنلعب ماتش مثلا في اسكندريه، نرجع نروح المحله، نرجع مش عارف نطلع على المطار عشان نلعب في بطوله افريقيا. يعني مش كارثي، يعني لو في حاجه اكتر من كده كنت قلتها. ان شاء الله باذن الله النهارده، خلينا في ماتش النهارده باذن الله، كل التوفيق للنادي الاهلي، وباذن الله ان شاء الله الثلاث نقط للنادي الاهلي النهارده باذن الله. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل ضيوفنا الكبار اللي مشرفينا النهارده، كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن احمد بلال. ارجوكم انتظرونا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، نرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده، كابتن علاء ميهوب. اهلا وسهلا بيك كابتن، منورنا. اهلا بيك يا اهلا بيك. كابتن اسامه عرابي منورنا كابتن، اهلا وسهلا بيك. كابتن عادل عبد الرحمن اهلا وسهلا بيك كابتن، منور. كل سنه طيب. كابتن احمد بلال اهلا بيك كابتن، منورنا كابتن، اهلا وسهلا بيك. كابتن علاء، مسلسل ضغط المباريات احنا لسه متهيألي طالعين امبارح ضغط الاستديوهات، لسه طالعين امبارح والنهارده يعني داخلين في مباراه جديده، موقعة جديده، وكمان يومين موقعة تانية، يعني ربنا يسهل ان شاء الله ونعدي ماتش النهارده ان شاء الله. شايف الكلام ده ازاي بقى بصراحه؟ يعني احنا بنطلع من الماتش نتكلم نخش على الماتش اللي بعده. بس بص يا ايمن، هو خلاص ممكن تقول ايه، هو قدرك كده بقى خلاص، ده كده لحد 30/9. ما انا عارف، هو قدرك كده خلاص ما فيهاش حل، وربنا يكون في عون اللعيبه فعلا بجد، مش اعذار ولا حاجه، عشان بس في بعض الناس فاكره ان الموضوع سهل جدا ان كل مين تلعب ماتش دي، لا حاجه مش سهله بالمره. وزي ما قلت الاستوديو اللي فات وكلنا اتكلمنا، انك انت كمان مش اي فريق، انت فريق بتلعب على بطوله، فانت ما عندكش اختيارات، اختيارك الوحيد انك بتكسب، عشان كده كل فرقه بتلعب قدامك اقصى حاجه عندها، عشان كده بقول ربنا يكون في عون لعيبه النادي الاهلي. لكن الحمد لله ان لعيبتك مكمله والحمد لله هم عارفين موقفين وعارفين بيلعبوا على ايه بالظبط. وفي وسط الكلام ده خلي بالك انت هتلعب صن داونز كمان، دي حقيقه. دي حقيقه. رايك ايه في القرعه؟ انا عجبتني القرعه عامه، انا يعني انا من نوعيه الناس، ممكن ناس كتير قوي بتحب تلعب مع افريقيا السمراء شويه، صح؟ يعني احنا بنعرف نلعب الفرق دي كويس قوي. مش عايز اصطدم بحد من الوقت من شمال افريقيا، يعني اتمنى ان شاء الله اصطدم بيهم في النهائي، ان شاء الله رب العالمين. لكن الفتره دي لا، انا عجبني سان داونز، يعني ان شاء الله ما فيش مشكله. اصل النهارده يعني هقول لك حاجه ايمن، والله بدون حاجه يعني خالص، انا النهارده ما كنتش مهتم بالقرعه قوي، لان انا ما عنديش مشكله، المشاكل عند الفرق الثانيه، يعني الفرق الثانيه هي اللي قلقانه تقابل النادي الاهلي. النادي الاهلي سيد افريقيا وتسع بطولات وان شاء الله تبقى 10، فالنادي الاهلي ما عندوش مشكله قبل اي حد. انما كل المشاكل عند الفرق الثانيه، ان هو قلقان ان يقع مع النادي الاهلي في الوقت ده. فصن داونز هو اللي وقع مع النادي الاهلي، ان شاء الله رب العالمين تعدي صن داونز وان شاء الله توصل للنهائي. انا شايف ما فيش مشكله، دي ثالث مره نقابلهم، كسبونا مره كسبناهم مره، وان شاء الله نكسب المره الثالثه دي ان شاء الله على خير يا رب. المره اللي فاتت كسبناهم وخدنا البطوله الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله يبقى حلو ان شاء الله باذن الله يا رب. كابتن اسامه، مواجهه جديده للنادي الاهلي لمواصله سلسله انتصارات واستعاده قمه الدوري مره اخرى ان شاء الله. طبعا ما فيش شك، موضوع ضغط المباريات خلاص قضيه المفروض بقى نعديها. يعني نادي الزمالك كمان امبارح اتعادل مع المقاولين العرب اللي هو المنافس التقليدي بتاعك نادي الزمالك، فدي فرصه كويسه النهارده انك لما تكسب. صحيح انت برضو لسه ليك ماتشين مؤجلين عن نادي الزمالك، ولكن هتخلي لو كسبت الماتشات المؤجله يبقى فرق الخمس نقط، فدي كمان هتريحك في الجزئيه اللي انت بتتكلم عليها برضو بتاع ضغط المباريات. كل ما انت هتلعب المباريات المؤجله وتكسبها ان شاء الله وتوسع الفارق، بتدي لك هدوء برضو احيانا كمدير فني ولعيبه وكده، انك ممكن في وقت تريح حد تعبان شويه حد، لكن لما هتتزنق في النقط وكده
هتضطر حتى لو واحد تعبان من الاساسيين صحيح. بتحاول تزق فيه عشان ما تخسرش اي بناط يعني. صحيح. ففرصه النهارده طبعا ماتش فرقه الجونه فرقه مش سهله، فرقه كويسه ابتدت الموسم كويس قوي، يمكن ادائهم تراجع شويه ولكن كسبوا المباراه قبل الاخيره، يمكن هم خرجوا في الكاس لكن يعني فرقه فيها تملك عناصر جيده والمباراه مش هتبقى سهله، لكن فرصه للنادي الاهلي انه زي ما قلت لك يقرب من اعتلاء القمه. ولكن اللي انا عايز اقوله رغم الظروف اللي هي المباريات المتتاليه والاجهاد، في لعيبه في الملعب ما لعبتش كتير، لابد انها تأدي مردود احسن من كده ان شاء الله. يعني لما تتكلم على كهربا، لما تتكلم على بيكهام، لما تتكلم على ناصر ماهر دلوقتي هيلعب لما تقول التشكيل، يعني في بعض اللعيبه رامي ربيعه وسعد سمير، يعني في خمس ست لعيبه بيلعبوا مش مضغوطين قوي في الماتشات، مش زي ايمن اشرف ومعلول وبدر بنون والمجموعه اللي هي الاساسيه. فلابد ان يبذلوا اقصى جهد، لان في ناس كانت بتشتكي ان هي ما بتاخدش فرص. فلما تلعب بقى الماتشات زي دي لازم تبين، يعني تبين شكل كويس ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن عادل، ماتش مهم للنادي الاهلي وماتش صعب جدا مع منافس قوي في ظروف صعبه. طب يا كابتن، انت سالت الكابتن علاء على القرعه بتاعت افريقيا وقال لك سان داونز، وانا احب ان انا اقابل سان داونز. عاوز اقول لك كلمه مهمه قوي. اتفضل. انا اخاف من اي فرقه هتلاعبنا في الظروف اللي احنا فيها، ودي على مسؤوليه الكلام اللي بقوله لك. انت عندك هتقابل سان داونز بعد 9 مباريات في كل 3 ايام مباراه. صح. اجهاد ما بعده اجهاد. في حاجه تانية عايز اقولها لك. انت عارف ان سان داونز هنلعب قبلها الزمالك؟ الماتش اللي قبل سان داونز. قبل سان داونز 3 ايام. الزمالك. مظبوط. الزمالك. يعني مزبوط. يعني عايز اقول لك حاجه كده. اول حاجه لازم نتكلم فيها، احنا بنتكلم في كورونا. بتتكلم في حاجة نفسية ما بين اللعيبة وما بين الكورونا والحاجات دي. واحد. اتنين، رمضان. صح. ودي صعب جدا انك انت في رمضان تاخد كم المباريات دي. اكسجين العضلة كله بينتهي، وبالذات في العشر الاخير من رمضان كمان الجسم بينزل 50% من قوته على فكرة، هيؤدي الى الاصابات. فانا اخاف من اي فرقة تلعبني، مش على مستوى، انا بتكلم على مستوى الاصابات. هو ايه الموضوع؟ هي النادي الاهلي هيلعب باسم مصر في افريقيا. صحيح. على فكره لازم الناس تفهم دي، يعني هم، انا عاوز اعرف الجدول اللي اتحط ده 9 مباريات لغايه ازاي قبل ما لعب سان داونز، او 8 مباريات. خلي بالك المسلسل ده مستمر لحد سبتمبر. هقول لك حاجه يا كابتن، هو حاجه من الحاجتين، لا انت عايز توقع النادي الاهلي، انا بكلمك بجد، يا ما تعرفش، ما فيش مشكله، انت عاوز توقعهم. الأسوأ كمان انك انت مش فاهم. مش فاهم يعني ايه لعيب كوره يلعب 10 مباريات ورا بعض. انت مش فاهم يعني ايه كل 3 ايام مباراه، باخص احنا مش دوري انجليزي. الناس الانجليزي اتعودوا على الدوريات والاسبوع الانجليزي متعودين عليه بقالهم 50 سنة بيلعبوا كوره. لكن انت بتتكلم على اسم مصر، انت بتلعب بافريقيا دي، انت لما تكسب بطوله افريقيا انت الممثل الوحيد لافريقيا لمصر في افريقيا. يعني انت لو كسبت بطوله افريقيا مش بطوله للنادي الاهلي، دي بطوله لمصر. ولما النادي الاهلي بيروح يلعب في بطوله العالم فده لمصر. عشان كده بقول لك في صعوبه جدا على النادي الاهلي. عشان كده اللي بقول لك اي خصم هيجي يلعبك في الظروف اللي انت فيها الله يكون في عوننا يعني. صحيح. علشان كده بقول لك هيوصلوك لدرجه انك انت هتعمل ايه يعني، هتلعب على الناحيتين ازاي. صعب جدا، صعب قوي. والصراحه المفترض ان لازم يظبطوا للنادي الاهلي، بمعنى عشان بيلعب باسم مصر، اخر مباراتين قبل مباراه سان داونز. مباراه سان داونز. كابتن بلال، يمكن النادي الاهلي بيواصل تحدي ضغط مباريات، اصابات، غيابات، تعنت من اتحاد الكره، ولكن قادر ان شاء الله على الحسم النهارده زي ما حسمها الماتشين اللي فاتوا. طبيعي جدا، يعني اتفق مع الكباتن في اللي قالوه عن اتحاد الكره وجدول المباريات. النادي الاهلي ما اعرفش هل في يعني في اتفاقيه
انك انت تعمل كده مع النادي الاهلي يعني كل 48 ساعه مباراه، يعني انت ما بتلحقش كمان تعمل استشفاء يعني. لولا ان في مثلا 6 7 لعيبه النهارده متغيرين كان ممكن يحصل فيه بعض الاصابات النهارده. اه يا كابتن احنا نفسنا ده خلي بالك في حاجه كمان عايز اقولها ما لحقش. انت كمدير فني ما بتلحقش تصحح اخطاء. تصحيح يا كابتن مفيش صحيح كابتن حرق. انت انا هقول لك بس على حاجه معلومه مهمه جدا. انت بتلعب النهارده هتلعب في القاهره، هتطلع تلعب محل بره محل، وبعد كده ترجع تروح اسكندريه، بعد كده المصري بورسعيد الاتحاد السكندري صح كده يعني كلها سفريات. مش موضوع انك هتلحق انك تغير او تعدل او تصحح للاخطاء اللي كانت موجوده، لا انت يا دوب بتيجي من سفر على سفر من مباراه على مباراه. انت النهارده المدير الفني ممكن يبقى لعيب انت محتاجه في الملعب ما تلاقيهوش صحيح يعني، واكتر من لعيب الكلام ده. النادي الاهلي النهارده بيعاني معاناه شديده جدا جدا جدا، وفي الاخر انت مطالب في افريقيا ان انت تعدي، ومطالب ان انت تكسب، ومطالب ان انت تعمل مباراه جامده جدا صح. ومطالب ان انت تتاهل لانك انت الممثل الوحيد في افريقيا. فالنهارده لازم يكون في بعض من العداله من اتحاد الكره في تقسيمه وتوزيع جدول المباريات. صعب جدا جدا جدا، مفيش فرقه في العالم تتحمل الجدول ده. الدوري الانجليزي هو يا كابتن في فتره صغيره اللي هي شهر 12 على البوكسنج دايز ده اللي بتلعب فيه اللي هو كل 48 ساعه مباراه يعني لمده شهر هو شهر 12 لكن بقيه الموسم يا كابتن تلعب 9 ايام بس على فكره يعني هو شهر 12 ماشي ايا كان يعني تلعب 5 6 مباريات ولكن في فتره محدده لكن عشان تلعب النهارده من 1/4 لحد 30/9 كل 48 ساعه ماتش استحاله هتجيب منين؟ هتجيب قوه لو مكنه المفروض في صيانه استحاله صحيح. فانت اللي بيحصل ده زي ما قال الكابتن عادل يعني يا انت قاصد توقع يا انت مش فاهم حاجه من الاثنين، يا انت قاصد توقع النادي الاهلي انت مش فاهم صحيح. لكن انت عشان انت كنادي اهلي تخرج زي ما قال الكابتن عادل من مباراه الزمالك تمام الديربي على مباراه سان داونز فرقه كبيره صحيح. وفرقه مريحه وهتجي لك مريحه وما عندهاش مشاكل ومفيش صيام ومفيش مفيش 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 عشان تلعب مباراه زي كده في بطوله دوري الابطال في الدور الثمانيه، اعتقد الامر صعب جدا على الدوري. ولكن انت خلاص انت كنادي اهلي بتلعب على كل البطولات اللي انت بتشترك فيها، مطالب ان انت تاخد كل البطولات. فالنهارده موسيماني يمكن مغير في التشكيل شويه او في 6 7 لعيبه زي ما قالوا الكباتن ما عندهمش ما بيمروش بحاله من الحالات الاجهاديه اللي عليها بقيه اللعيبه. فانا اعتقد مع التغييرات دي الاهلي يقدر يواصل ان شاء الله باذن الله. في صعوبه كبيره جدا ولكن صحيح. الاهلي يقدر يواصل صحيح. في تحدي ولكن الاهلي يقدر يواصل. كل المباريات ما فيش مباراه صعبه سهله على النادي الاهلي لان كل فرقه بتلعب النادي الاهلي هي مباراه صعبه جدا جدا لان صحيح. كل فرقه بتلعب النادي وعندها تحديات كبيره جدا. مظبوط يا كابتن. طيب هنروح لفاصل ونرجع مره ثانيه لحضراتكم مع نجومنا الكبار ونتكلم بقى عن تشكيل الفريقين وطريقه اللعب. ارجوكم انتظروا. يلتقي فريق الأهلي مع الجونة في 9:30 مساء الليلة على استاد الأهلي ويا سلام في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. ويتطلع المارد الأحمر خلال مباراة الليلة لحسم 3 نقاط بحثا عن مواصلة سلسلة الانتصارات واستعادة صدارة الدوري التي يتربع عليها الزمالك حاليا. ويدخل الأهلي لقاء اليوم وفي جعبته 36 نقطة يحتل بهم المركز الثاني بجدول الدوري، بينما يتواجد الجونة في المركز التاسع بجدول المسابقة برصيد 24 نقطة. واكتفى الأهلي بخوض ميران وحيد قبل مواجهة الجونة، حيث فضل الجهاز الفني منح لاعبيه راحة سلبية يوم الأربعاء الماضي خشية تعرضهم للإرهاق بسبب ضغط المباريات الشديد وخوض مباراة كل 72 ساعة، لا سيما أنه مقدم على مواجهات صعبة بالدوري ودوري أبطال إفريقيا. وطالب موسيماني لاعبيه بضرورة التركيز على إنهاء المباراة مبكرة وعدم إهدار الفرص أمام المرمى والتركيز الشديد على غلق المساحات وعدم ترك الحرية للمنافس في الوصول إلى مرمى الأهلي. واعتمد موسيماني خلال التدريب الأخير على الكرات الطولية في تحضير الهجمات من الخلف كما كان الحال في مباراته ضد سموحة وإمبي والمصري. في ظل حالة الإرهاق التي يعاني منها لاعبو الفريق الأحمر ولسرعة نقل الكرة للأمام للتعامل مع ضغط المباريات والإجهاد الذي ضرب صفوف الأهلي. على الجانب الآخر استعد فريق الجونة جيدا لمباراته ضد الأهلي
طمعا في تحقيق نتيجة إيجابية من خلال استغلال حالة الإجهاد العام التي تضرب لاعبي الأهلي بسبب ضغط المباريات والضغط العالي على لاعبي الأهلي لمنعهم من التحضير أو إرسال الكرات الطولية للأمام والتي يلجأ إليها الأحمر كثيرا في نقل الكرة للخط الأمامي. وحفز رضا شحاتة المدير الفني للجونة لاعبيه على بذل أقصى جهد وطلبهم بالتركيز الشديد والانتشار الجيد داخل الملعب وحذرهم من الدفاع المتقدم في ظل اعتماد الأهلي على الكرات السريعة لضرب منافسيه مع وجود أكثر من لاعب يجيد تنفيذها بالأهلي مثل محمد شريف وحسين الشحات وأفشا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن علاء معنا تشكيل النادي الاهلي، ويمكن شفنا الماتش اللي فات ان مستر موسيماني غير بعض الشيء في اسلوب اللعب، يمكن ساب الاستحواذ والسيطره للنادي المصري في بعض فترات المباراه وابتدى يلعب هو على المساحات والهجمات المرتده وقدر يحسمها عن طريق محمد شريف، وطلعنا بالهدف المنشور اللي هو تاخد الثلاث نقاط. هي دي كانت حاجه غريبه، لكن هو ممكن يكون درس فريق مصر كويس قوي وساب الاستحواذ الاستحواذ ده انت لو هتضغط على المصري، هو برضو خد بالك ايمن نقطه الاجهاد احنا بنتكلم فيها دي هو بيفكر فيها كويس جدا. مزبوط. هو ساب له الاستحواذ وساب نص الملعب، هو مش عايز يجري مساحات كتيره. صح. هو ساب حته المساحات لمحمد شريف وهو بيعملها كويس جدا واشتغل على النقطه دي واتعملت بامتياز. صحيح. يعني انا ما يهمنيش الاستحواذ في الاخر، ماشي استحواذ اتفضل استحواذ، بس انا بلعب على نقطه معينه. ما اعتقدش النهارده هيبقى نفس الاسلوب مع الجونه، لكن هو مع المصري ممكن يغير اسلوبه شويه، وانت مضطر في حاجات كتير قوي انت بتعملها كمدير فني في الفتره المضغوطه دي، انت غصب عنك هتعملها، مضطر تعملها، حتى لو هتغير شكل ادائك او طريقه لعبك، ممكن تسيب الاستحواذ لاي فريق وتستنى في نص الملعب وتلعب على المساحات عشان انت عايز تكسب مباريات بسرعه ومن غير جري كتير، انت محتاج دي. لكن بتسيب المساحات اللي هو عنده الحته دي لمحمد شريف. النهارده ما اعتقدش هيعمل كده. النهارده انت قلت تشكيل ولا قلته قبل كده بس ما قدام حضرتك. طيب التشكيل النهارده انا عاجبني التشكيل ده، يعني الشكل العام للفريق ده، يعني ال10 موجودين في الملعب ما فيهمش حد مضغوط، ما فيهمش حد مجهد من المباريات الكتير، بالعكس الناس كلها بتلعب مباريات عايز تثبت نفسها. احمد نبيل، رامي، سعد، احمد رمضان، ديانج، اكرم توفيق، كهربا، وناصر. النهارده عجبني جدا ان هو بدا بناصر ياخد فرصه كويسه. ناصر من اللعيبه الممتازه والمهمه جدا اللي ممكن الفتره دي تستفاد برجوعه كمان، ياخد مشوار كتير. ناصر مهم جدا في الحته دي. حسين الشحات ومحمد شريف، يعني بص يا امل الفريق قدامك مفيش حته الضغط المباريات كتير. عشان كده انا النهارده متوقع ان هتلاقي فريق فايق شويه مفيش تعب. بتمنى النهارده كل التوفيق لناصر، ان هيفرق زي ما بقول لك. ناصر موجود، عجبني احمد نبيل مباراه عن مباراه بيزيد. المباراه السابقه كان نسيت اتكلم عنه ان هو كان من احسن اللعيبه موجوده في المباراه السابقه. رامي وسعد خلاص بداوا يتعودوا على اللعب جنب بعض، وسعد سمير حمد لله على السلامه يا سعد بعد فتره طويله دي. ما فيش مشكله خالص في الفريق الموجود، بتمنى بس النهارده ان شاء الله يخلصوا المباراه بسرعه ما نخشش في كميات مجهود كتيره بس باذن الله رب العالمين ان شاء الله. كابتن اسامه، يمكن التغييرات محدوده جدا النهارده في فريق النادي الاهلي. يمكن اكرم توفيق جنب اليو ديانج النهارده مريح عمرو السوليه، وشفنا ناصر ماهر مكان محمد مجدي قفشه. ما هو واضح ان زي ما قلنا اللعيبه اللي هي بتلعب عدد كبير من المباريات او لعبت عدد كبير من المباريات هو بيحاول يدور فيهم عشان ما يحصلش اصابات. يعني في فتره شفنا ايمن اشرف لما لعب كتير قوي 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 جاله اجهاد، علي معلول نفس الشيء. فهو واضح انه الفتره الاخيره برده السوليه بيلعب كتير قوي، ديانج كان قاعد اكتر من مباراه، فديانج مكان السوليه دي حاجه كويسه انه بيريح السوليه شويه. وديانج كنا احنا كلنا بنطالب بيه الماتش اللي فات لما نزل الشوط الثاني. يعني الشوط اللي لعب 45 دقيقه بس، لكنه كان من نجوم المباراه اللي عدلت وسط الملعب فكان مهم. وناصر مهم برده ان قفشه بيلعب كتير فيرجع يؤدي بشكل كويس وطاقه جديده بدنيا مش مجهد، يعني يقدر يؤدي كويس. هي المشكله كلها ان لازم كهربا وحسين الشحات دورهم يبقى اكبر من كده في المساند الدفاعي والناحيه الهجوميه كمان. هي. لازم يبقى اكبر من كده. النهارده اعتقد بس سريعا على الجونه، اعتقد انه يلعب بثلاثه ورا، الجزار ونجيب ولؤي، لان النادي الاهلي في الماتشات الاخيره بيعتمد على الكرات الطوليه
عشان يعتمد على سرعه محمد شريف وجاب فيها اكتر من جون، فممكن يكون رضا شحاته فكر ان يلعب بثلاثه في العمق عشان يقضي شويه على الكور الطوليه اللي بتتعمل اللي شفنا بيها اهداف للنادي الاهلي الماتشات اللي فاتت. كابتن عادل، في ضوء تشكيل الفريقين سريعا، السيناريو المحتمل للشوط الاولاني. يعني هو المفترض ان النادي الاهلي هيستثمر حته ان هو بيلعب باقل مجهود، ويمكن اتكلمتوا فيها دي كويس قوي، انه علشان الاجهاد ما بيخليش فيه جري كتير الكره اللي بتشتغل، علشان كده اضطريت ان انت تشتغل طولي شويه كتير قوي المباراه اللي فاتت، ويمكن نجحت فيها. المباراه بتاعت النهارده اكيد يعني الجونه عارف ان النادي الاهلي بيلعب الطويل في الفتره ديت، فهي هيلعب بالثلاثه اللي زي ما الكابتن اسامه قال عليه، محمد نجيب ولؤي ومحمود الجزار، ويلعب سته. انا رايي اللي هيلعب سته في وسط الملعب اللي هو جوزيف، وهيلعب نور السيد وسيرجي اكا ومحمد يكن واحمد عامر والشبراوي وادريس اللي هو اللي هيبقى راس حربه. ولكن في الاخر عايز اقوله لك انه كل ما النادي الاهلي الفتره اللي فاتت دي بيحرز اهداف بدري ما بيضيعش جوان، بيحصل السيناريو الثاني للفرقه الثانيه بتتلخبط فبتفتح لك فبتقدر تلعب. فالنهارده ان شاء الله اتمنى ان النادي الاهلي يستثمر اول 10 دقائق ويحرز هدف، ولو احرز هدف هنشتغل على السيناريو الثاني انه ممكن يعمل بقى الحته اللي هي المرتده زي ما عملها في مباراه المصري. كابتن بلال، هنشوف مباراه مفتوحه من فرقتين ولا هيبقى فيه مباراه تكتيكيه، وممكن رضا شحاته ما يغامرش من البدايه ويلعب في نص ملعبه؟ لا اعتقد رضا ممكن ما يغامرش من البدايه، لانه ممكن يشتغل على حته الاجهاد بتاعت لعيبه النادي الاهلي. هو عارف طبعا النادي الاهلي بيلعب كل 48 ساعه مباراه، فبالتالي هو ممكن يعني يقفل الشوط الثاني بشكل جيد، مش عايز يخلي النادي الاهلي يسجل اهداف في الشوط الاول، عايز يروح بالمباراه لحد الشوط الثاني ويبقى يستغل عامل الاجهاد بالنسبه للنادي الاهلي. ولكن النادي الاهلي النهارده عنده فرصه كبيره، والمهاجمين عندهم فرصه كبيره. انت بتتكلم على عمق الدفاع بتاع الجونه، اثنين يعني حركتهم بطيئه شويه، لؤي وائل ومحمد نجيب الاثنين عندهم بطء. استغلال سرعه كهربا مع حسين الشحات ومحمد شريف هتفيد النادي الاهلي بشكل جيد جدا. الربط مع ناصر ماهر النهارده اتمنى له التوفيق طبعا ويدخل بشكل جيد. الربط مع ناصر ماهر مع الثلاثه اللي موجودين قدام في حته الكرات الطوليه السريعه هيفيد النادي الاهلي بشكل جيد جدا. لو قدرنا نستغلها اعتقد الاهلي ممكن يوصل للمرمى بشكل كبير. النادي الاهلي هيلعب ضاغط من البدايه كالعاده، ده لازم يلعب ضاغط من البدايه باذن الله. ايمن، سريعا بس على الحته اللي بلال قالها بتاعت لؤي ومحمد نجيب، عندهم فعلا بطء كبير، والنادي الاهلي بقول لك بيعتمد على سرعه محمد شريف، عشان كده اتوقع ان الجزار زي ما عادل قال وعلاء انه هيدخل الجزار معاهم عشان سرعه محمد شريف. محمد نجيب الليبرو باذن الله ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله، تحيي الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الاول، ارجوكم انتظرونا. شوط اول هادئ وتعادل سلبي بين الاهلي والجونه بدون اهداف. نروح لفاصل ونرجع نتكلم سريعا مع نجومنا الكبار عن احداث الشوط الاول، ارجوكم انتظرونا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن علاء، شوط هادي جدا واعتقد نتيجه طبيعيه جدا لاحداث الشوط الاول. هو الشوط هادي لدرجه الملل، شوط ممل ما فيهوش حاجه خالص. ما اعرفش ليه الاداء ضعيف وهادي جدا من ناحيه النادي الاهلي. يعني الجونه الموضوع بالنسبه لها هايل، هو عايز كده، عايز الاداء وعايز الريتم ده هادي كده، لكن لا، النادي الاهلي لازم في ريتم اسرع من كده، لازم يبقى عندنا يعني نزعه هجوميه وشراسه شويه في اللعب. الكلام للكل، يعني الوحيد اللي تحس ان عنده شراسه في لعبه هو ديانج بس. صحيح. غير كده مفيش حد بيحاول، او مش بيحاول، ايام بتحس كده بيحاول بقلب، عايز يلعب، عايز يبقى في سرعه شويه في الاداء، عايز يكسب، ادور على الاهداف. يعني مش ممكن الشوط اول كله ايمن انت عندك فرصه واحده بس. صحيح. على الـ على الـ على الـ على حارس المرمى، يعني نسبه ضعيفه جدا. اتمنى الشوط الثاني يبقى اقوى من كده باذن الله ان شاء الله. كابتن اسامه، يمكن زي ما قال كابتن علاء، الشوط ما فيهوش فرص حقيقيه من الفريقين، هي فرصه وحيده لشريف في بدايه المباراه، وبعد كده ما فيش اي حاجه من الفريقين. مظبوط، شوط هادي جدا 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 ومن الفرقتين. النادي الاهلي بيسيطر اكتر، يعني حتى فرقه الجونه ما فيش حاجه معينه بتتعمل، ما فيش خطوره خالص على الشناوي، سهل يتلعب عليهم. لكن طبعا في حاله اكتر من لاعب، واضح انه حتى كميه الجري مش موجوده، كميه الجري بس والحركه، مش هنقول اداء عالي.
فانا شايف انه لازم يحصل تغييرات من وجهه نظري في البدايه على طول زي الماتش اللي مين فات. مين ينزل؟ يعني ممكن كهربا مثلا يطلع ينزل صلاح محسن او طاهر يعملوا حركه شويه. ممكن برضو يعني بيكام وشحات، بيكام ممكن شويه وينزل هاني او ينزل على طول هاني من البدايه. لازم ينزل ناس تعمل حركه شويه وكميه جري، يعني مش ممكن يبقى ديانج واكرم توفيق تقريبا اللي عندهم بيقوحوا في الجري والباقي كله الريتم قليل قوي قوي قوي. فلازم يحصل تنشيط على طول من بدايه الشوط. لازم كابتن عادل وزي ما قال كابتن اسامه وكابتن علاء، الجونه حابب ريتم الماتش يمشي كده اكيد طبعا، ولكن هل هيبتدي يطمع في الماتش؟ لا مش هيطمع، ده هو هيفضل على كده على حسب ما يشوفك انت. ينزل الشوط الثاني هيقفل زي ما هو وبيشتغل وهيشوفك انت. لو عدم الاصرار اللي موجود عندك في الشوط الاولاني لو استمر ممكن يطمع، لكن انت لازم يبقى عندك اصرار، لازم يبقى في تغييرات. وانا افتكر ان من اكتر الحاجات اللي مفتقدها النادي الاهلي قفشه في الوقت الحالي. في الشوط ده اتمنى ان هو يبدا الشوط الثاني، لو لان قفشه بيوزع كويس وبيلعب لمحمد شريف حاجات طوليه كويسه قوي. الحاجه الثانيه تحس ان في اجهاد من ناس ما بيلعبوش، لكن في اجهاد ازاي ما تعرفش يعني، وهي دي برضو يعني علامه استفهام شويه. ده في اصابه كمان لسعد سمير واصابه سعد سمير. فلازم اللعيبه دي لازم يبقى عندهم اصرار اكتر من كده، مش عايزين الوقت ياخدنا، لان الوقت لو خدك الجونه هيعلى روحه قوي وانت روحك هتنزل شويه. فعلشان كده لازم تستغل الشوط الثاني من البدايه ضغط، ولازم يبقى في تغييره على الاقل. قفشه هيعمل وضع كويس، وهو طاهر محمد طاهر. كابتن بلال شوط هادي جدا وده اللي عايزه الجونه، ايه اللي المفروض يعمله مستر موسيماني من بدايه الشوط الثاني من البدايه؟ اكيد طبعا يعني الاهداف مختلفه بالنسبه للفرقتين، يعني الاهداف بالنسبه للجونه هو بالنسبه له الماتش كده رايح في اتجاه الصحيح بالنسبه له، ان هو قاتل الماتش رتم المباراه هادي. فده بالنسبه للجونه ده شيء جيد جدا، عايز يوصل بيك لاقصى مدى من الوقت، لان كل ما الوقت بيعدي ضغوطات على النادي الاهلي، انت اللي عايز تكسب، فبالتالي انت اللي هتفتح مساحات. فهو عايز يشتغل على حته ان انت توصل لاخر ثلث ساعه ما تسجلش اهداف، فبالتالي تفتح المساحات وهو يقدر يشتغل على هجمات المرتده السريعه. هو من بدايه الماتش هو بيشتغل على كده، هو بيلعب الكرات الطويله، عايز بيعتمد على سرعه الاثنين اللي موجودين في الخط الامامي، سواء الشبراوي او ادريس مبومبا، هم الاثنين دول اللي عندهم سرعات، فهو عايز يشتغل على واحد فيهم بحيث انه يلاقي فرصه لهجمه مرتده سريعه يقدر يعمل منها خطور. النادي الاهلي الشوط الثاني مطلوب بس من الاثنين اللي تحت الفراوده، كهربا وحسين الشحات، ان لم يتم تغييرهم، وانا برجح ان يبقى في تغيير يعني تغييرتين، لان يعني الشحات النهارده يعني اداؤه اقل من المباراه اللي فاتت، كهربا اداؤه اقل من المباراه اللي فاتت، لازم يستغلوا حته ان انت الجونه النهارده بتقفل في القلب وفاتحين لك اطراف الملعب. يعني النهارده وضع طبيعي ان كهربا النهارده لازم كل كره يروح واحد ضد واحد، في كرات كتيره جدا اتلعبت لكهربا وهو فاضي، فرض يستلم ويبص بشكل كويس ويدور على اللعيب الفاضي في ال 18 ويشتغل عليه كرات عرضيه. لازم الاهلي يستغل اطراف الملعب بشكل كويس، لازم يبقى في تكمله كمان من الاثنين الطرفين، احمد نبيل كوكا واحمد بيكام. مش معقول ان انت بتعمل كروس من نص الملعب، لازم تكمل تشتغل اثنين على واحد. ايه الاوراق اللي ممكن نشوفها الشوط الثاني؟ في مجدي قفشه وفي طاهر محمد طاهر، وانا من رايي طالما الجونه بيلعب بالشكل ده يبقى نكتفي بديانج في نص الملعب ويطلع اكرم توفيق، او يلعب باك رايت هو لو مش لو احمد بيكام مش قادر يكمل في الحته الهجوميه دي، لان اكرم توفيق المباراه اللي فاتت قدر ان هو يصنع هدف الفوز للنادي الاهلي وهو بيكمل في الحته دي بشكل كويس. فممكن تلعب 4-1-4-1 او 4-1-3-2، ويبقى ده سيستم النادي الاهلي الشوط الثاني عشان تقدر تضغط فريق الجونه الشوط الثاني ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق للنادي الاهلي الشوط الثاني ان شاء الله. فاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه المباراه، ارجوكم انتظرونا. الاهلي يهدر فوزا كان في المتناول بالتعادل مع الجونه المتواضع 1-1. كابتن علاء، نقطتين ثمينتين خسرناهم النهارده، وزي ما قلت ايمن نقطتين ما لهمش اي لازمه تدوق منك في سباق الدوري، ومع احترام الكامل للجونه فريق ما عملش حاجه خالص النهارده. يعني حته ان هو تعادل دي الناس تحس ان هو كان ند ليك خالص، بالعكس انت النهارده باقل مجهود كنت ممكن تكسب فرقه الجونه بعد الهدف. كان لازم يحصل اللي متعود عليه لعيبه النادي الاهلي، لازم يحصل ضغطه جامده تاني والهدف التاني يجي خلاص على كده يبقى المباراه اتقتلت تماما. لكن
سيبنا المباراه زي 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 ما تمشي في كره القدم زي ما تمشي دي مش مضمونه صح. يعني كره ثابته زي دي ما يعني في لغه الكره كده ملاش اي لازمه. حصل التعادل مع فريق مع معلش جاز النهارده مش كويس. فريق النهارده مش موجود صحيح. يعني فريق الجونه النهارده فريق يعني اقصى حاجه بيعمله عايز ينقل من رجل لرجل دي اقصى حاجه كان بيتمناها. لكن هو حتى بعد الهدف ما فيش رده فعل من فريق الجونه مزبوط. واحنا كمان لازم كان يحصل الضغطه اللي هي خلص المباراه لازم المباراه تخلص بعد 1-0 لازم ضغطه تحصل تخلص المباراه تقتلها تماما وبعدين ماشي الريتم زي ما انت عايز بقى خلاص. لكن بعد الهدف حصل حاجه غريبه شويه من لعيبه النادي الاهلي. سبت نص الملعب كله لفريق الجونه استحواذ تام للجونه. حتى وانت بدافع ايمن زحمه لكن انت ما بتدافعش صح المساحات برده موجوده. نفس الكلام اللي قلناه قبل كده كتير قوي في بعض مباريات النادي الاهلي انك بتسيب نص الملعب بس انت سايب مساحات كمان. يعني حتى الهدف اللي جه فاول في منطقه خطر جدا ما ينفعش تسيب مساحات لعيبه الجونه ان هم يبقوا بيتحركوا براحتهم كده. هم ما عندهمش عارف يا ايمن اللي ضايقك ايه؟ ان فريق الجونه ما عندوش اي طموح يتعادل معاك. يعني هو حتى مستسلم تماما يعني 1-0 هو نفس الكلام. حتى التغييرات ما عملتش اي حاجه ما فيش جديد يعني صح. هو مش عايز المباراه تطلع اكتر من 1-0 لكن صح. لما لقى رده فعل لعيبه النادي الاهلي الى حد كبير غريبه شويه ان هو كان لازم زي ما بقول لك الهدف الثاني مش طمع ان يتعادل وما طمعش يتعادل. هو ما سعاش للتعادل على فكره مزبوط. يعني فريق الجونه النهارده اخذ نقطه هو ما بيسعاش ليها اساسا بس جت صح. جت لسبب ما بقى يعني هنتكلم فيه. لكن هو بعد الهدف هو ما فكرش يتعادل نفس الاداء ونفس الشغل اللي بيلعبوا بيه ونفس الهدوء ما فيش اي مشكله خالص. لكن انت الغلطه الكبيره عملتها انت الغلطه الكبيره لازم بعد الهدف الاول اللي جابه طاهر لازم تكمل ضغطتك لازم يبقى فيه موجود اكتر خصوصا حتى كمان لما نزل صلاح محسن مكان محمد شريف لازم كان يحصل ضغط هجوميه كويسه قوي تجيب الهدف الثاني. وبعد الهدف الثاني ايمن سير مباراه زي ما انت تحب زي ما تحب. وبعدين مفيش حد النهارده كلمنا على اجهاد ولا حاجه خالص. النهارده مفيش حاجه اسمها اجهاد ان معظم العيله كانت بتلعب كانت بعيده عايزه ماتشات يعني اجهاد ايه؟ اكتر واحد بيجري النهارده وكان نجم مباراه ديانج النهارده اكتر واحد جري في الملعب ولو حسبت كده اكتر واحد واخد دقائق موجوده في فريق النادي الاهلي. لكن لازم كان يبقى في رده فعل اقوى من كده. وبعدين للمره الثانيه ايمن انا بقولها لك الهدف بيجي في وقت بالنسبه لك وحش صعب التعويض. يعني زي مباراه سموحه بالظبط هدف القاط اللي جه في سموحه مفيش يا دوب سنترت ومفيش غير دقيقه. نفس الكلام حصل النهارده برده هدف 1-0 الهدف جه في وقت قاتل بالنسبه لك ما تلحقش تلم نفسك وتتعادل او تكسب. فاللي هو ده رساله كده يا جماعه 1-0 نتيجه مش مطمئنه في كره القدم خالص مهما كان الخصم. كره القدم 1-0 ما ينفعش لازم 1-0 لازم 2-0 وبعدين بحترم كل الفرق لكن ما تسيبش 1-0 دي كره ثابته ايمن جت فيك هدف مظبوط. يعني مش كره ملعوبه او هجمه لا خالص. يعني حتى الهجمه مرتده الجونه ما عملهاش الشوط الثاني مظبوط ما حصلتش فيك هجمه مرتده قلنا خطر والشناوي تالق ولا حاجه خالص. كره ثابته للاسف بقولها تاني ان الكره الثابته تخش في نادي كبير زي النادي الاهلي بتبقى حاجه صحيح. مش كويسه. لكن يعني نقطتين ضاعوا منك بدون اي داعي خالص لازم يبقى في نتعلم النهارده مباراه النهارده مظبوط. كانت مسمى التعادل غير مستحق ولكن هو في النهايه التعادل بتعمل خساره للنادي الاهلي. طبعا مفيش شك خاصه في الاداء اللي حصل. احنا قلنا الشوط الاولاني كان هادي جدا جدا من الفرقتين بس النادي الاهلي كان مسيطر على الشوط الاول صحيح مفيش فرص كتيره يمكن بتاعت شريف في اول دقيقتين ثلاثه لكن احنا اللي كنا مسيطرين برضو رغم هدوء التام اللي كان موجود في الشوط الاولاني. واتفقنا تقريبا كلنا انه لازم يحصل تغييرتين في الشوط الثاني عشان اللعيبه تزود كميه الجري والسيطره على وسط الملعب والخطوره. ففعلا نزول قفشه وطاهر فعلا ادى دفعه كويسه جدا 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 في بدايه الشوط ويمكن احسن فتره النادي الاهلي لعبها اللي هي من بدايه الشوط الثاني لحوالي تلت ساعه كده او 15 دقيقه من بدايه الشوط الثاني. الهدف سريع في الدقيقه 56 طاير مشي وشاط كويس بعديها قفشه واحده في القائم بعديها واحده من قفشه للشحات ممكن تيجي جون وتحس الاهلي سيطر واداؤه تحسن كتير عن الشوط الاول من حيث الحيويه حتى بتاعت اللعيبه
من حيث الاستلام والتسليم، من حيث الخطورة، من حيث المساندة الهجومية الكويسة من طاير وقفشة لشريف قبل ما ينزل طبعا صلاح وكده. لكن بعد تلت ساعة ربع ساعة النادي الأهلي ابتدى يتراجع لنص ملعبه. هي ما تقدرش تقول سيئة في كرة القدم، ولكن خاصة كمان في تتالي المباريات المستمرة ده، ولكن كان لازم برضو تركز اكتر انك الفرص اللي تجيلك تنهيها، عشان 2-0 بحاله الجونه دي يعني من اسوأ ماتشات شفتها لهم تقريبا. يعني احنا يمكن ماتش المصري طلعنا كسبانين 2-1، لكن المصري حاول وكان ليه فرص وبتاع. ماتش امبي احنا طبعا كنا متفوقين ونكسب وكسبنا، لكن امبي حاول نسبيا الشوط الثاني. ايضا ماتش سموحه اللي برضو اللي يجي في التالي في الاداء بعد جون، بعد الجونه ما كانوش عندهم خطوره قوي، خسرنا الثلاث نقط. النهارده يعني لولا الضربه الثابته ديت نجيب الصراحه عملها كويس قوي، يعني هي صعبه كان ممكن طبعا المدافعين يتعاملوا معاها احسن من كده، ولكن ده بيحصل في كره القدم. هو نجيب برضو جابها بصعوبة يعني في وضع صعب وراحت في الزاوية البعيدة، يعني هدف من لا فرص، يعني هي دي صح. تقريبا الكرة اللي راحت ناحية الشناوي، مفيش أي محاولات شرسة من فرقة الجونة، رغم أنه لما نزل كريم الطيب ورجب وألان كيامبادي وعموري الأربعة في الأمام إلى حد ما تحسن أدائهم الهجومي شوية، ولكن بدون خطورة، يعني تحس إن بقى فيه نشاط شوية، حيوية شوية، لكن ما فيش أي خطورة منهم. تقريبا الكرة الوحيدة اللي راحت على المرمى. إحنا زي ما علاء قال الفترة اللي إحنا استسلمنا فيها بعد العشرين دقيقة الأولى من بداية الشوط الثاني اللي هي أفضل فترة النادي الأهلي لعب فيها. صح. صلاح محسن نزل، يعني مكان شريف كان تعب وكان لازم يطلع. محمد هاني نزل مكان الشحات ودخل بيكم ثالث في وسط الملعب. كان ممكن كمان يحصل تغييره بدل شريف يطلع مثلا بيكم ويستمر اكرم وديانج ونزود واحد نبقى بنفس اسلوبنا، يعني كان ممكن، بس مش هي دي السبب الرئيسي في الهزيمه بصراحه، في التعادل. لان برضو رغم كده زي ما قلنا فرص ما فيش فرص لفرقه الجونه. هارد لك، ويعني هم فعلا نقطتين سهلين راحوا مننا خاصه بعد تعادل الزمالك امبارح، ولكن كره القدم كده، وان شاء الله نكسب المباراه الجايه والاداء يبقى افضل والنتيجه تبقى افضل ان شاء الله. كابتن عادل، يمكن بدايه الشوط الثاني زي ما قال كابتن اسامه كانت بدايه مثاليه، وشفنا هدف طاهر المبكر، ولكن ما قدرناش بعد الهدف نستغل الفتره اللي احنا كنا متميزين فيها ونقتل الماتش المبكر. يا كابتن احنا متفقين اللي يضيع يستقبل. هي كده قلنا في البدايه، النادي الاهلي لما بيجيب اهداف بسرعه في بدايه الشوط الاولاني ممكن يكسب واحد واثنين وثلاثه. لما نزلنا الشوط الثاني بدأنا عملنا شوط كويس بالتغيير الجيد بتاع قفشه وبتاع طاهر محمد طاهر، قدرنا نستحوذ على الكوره واحرزنا هدف الاولاني. مفترض بعديه نجيب هدف ثاني وهدف ثالث وهدف رابع، لكن انت خسرت النهارده. يعني عاوز اقول لك اسهل بونتين خسرتهم في الدوري النهارده. دي حقيقه. يعني لو احنا يعني الواحد لما بيجي يعمل بيقول هاخد الدوري ازاي او يعمل استيميشن كده للمباريات اللي هيلعبها مثلا، يقعد يفكر يقول ايه، في مباريات مضمونه وفي مباريات عاوزه جهد وفي مباريات دي من المباريات المضمونه. مع احترامي للجونه يعني ادائهم، وخصوصا لما شفنا الاداء يعني ادائهم، بس شوف كره القدم لا تعترف الا بالنتائج. انت خلص المباراه بكره او بعده او بعده هيتقال ان الجونه تعادل مع النادي الاهلي دلوقتي خلاص. النادي الاهلي خسر بونتين وبونتين سهلين جدا، وخسرته للبونتين ده انا من وجهه نظري اني مش شايف اللي هو بيتقال عليه الروح اللي كانت العاليه اللي هي بتميز النادي الاهلي. اللعيبه ما كانش عندها روح في الشوط الثاني بعد الهدف، سوري قبل الهدف، الرجوع لنص الملعب زي ما اتكلمنا. في حاجات كتيره قوي في الدوري المصري ليها اسرارها لازم الناس تعرفها كويس، انه الفرق اللي هي مع النادي الاهلي بتلعب النادي الاهلي احيانا ما بتحبش تتغلب 2-3
لما انت بتنزل لها نص الملعب بيحسوا بنفسهم شويه ان هم عايزين يهاجموا. المدربين، انا بكلمك على المدربين، يعني المدرب اللي بيوقف بره ما خايف لا يتغلب 4 و5، فانت لما يلاقيك انت بتلعبني زون ديفنس فانا هطمع شويه، وده اللي حصل. رغم ان الجونه حتى ما عملتش اللي هو اللي المفترض اللي يتعمل عشان تتعادل، ولكن هي كره القدم كده. يمكن احنا اتكلمنا على الفاول، الوقفه غلط، الوقفه اللي وقفوها اللعيبه كانوا واقفين غلط، دي رقم واحد. لا، رقم اتنين، وده المهم اللي انا عاوز اقول عليه، انك انت جبت هدف، انت لازم تعرف ما هي عقليه الفرق اللي بتلعب النادي الاهلي. لو ضغطت عليهم تاني وجبت هدف، انت ضيعت اكتر من 5-6 فرص. مزبوط. فرص سهله انك انت تجيب اجوان، وفي الاخر هتزعل على البونتينا. انا من وجهه نظري يتحملها اللاعبين قوي، يعني ده وجهه نظري. يتحملها اللاعبين، حتى الجهاز كمان يتحمل منها ان هو رجع لعب في نص الملعب، يتحمل برضو جزء كبير قوي. خلي بالك الصراع الدوري طول عمرنا لما بنيجي نتعادل بنتعادل مع الفرق الصعبه قوي، يعني في فرق احنا عارفينها في مصر انك انت لو رحت لعبت بره في اجواءهم في شكلهم ممكن تتعادل، نقول ما بنزعلش قوي. لكن في مباريات على استاد القاهره والجونه انا بتهيالي انك انت لازم تزعل قوي انك ضيعت فوز محقق، وبالاخص انت يعني نادي الزمالك امبارح خسران من المقاولين العرب. انت لو كنت كسبت المباراه كنت ضغطت عليهم جامد قوي، صح. لكن هو يعتبر كده اديتهم الروح الثانيه ان هم يقدروا ينافسوك ويقدروا يشتغلوا تاني. صحيح. وفي الاخر بنقول درس، لازم اللعيبه تعرف ان الصراع ما بين اللاعبين في الملعب بتيجي بفرصه وفرصتين. اللعيبه اللي نزلت زي طاهر وزي قفشه وروك شويه فرق، فعشان كده بقول اللعيبه اللي لعبت الشوط الاولاني يجب ان هي تاخد عايزه شويه، ان الفرص في النادي الاهلي ما بتجيش كتير. طيب قبل ما نروح للكابتن احمد بلال نروح للمؤتمر الصحفي ونشوف مستر موسيماني قال ايه. من ضمن المباريات اللي لعبناها دي اكتر ماتش كان اقل ضغط فيه وكان اسهل مباراه بالنسبه لنا. يعني اقل من حيث شده الاداء، ده اقل مباراه في اخر 4-5 ماتشات لعبناهم. ولعبناش برضو بشدة الأداء المطلوبة المباراة زي دي. أول شوط كان في تمرين، كان تدريب، أداءنا كان كده. أوكي مستحوذين بس بنعمل إيه بالكورة؟ مش حاجة. المفروض نروح نطلع لقدام للشق الهجومي ونحاول نسجل، وده ما عملناهوش. في الشوط الأولاني، الشوط الثاني حاولنا نروح نسجل. زي ما قلنا ما كانش في الشده في الاداء في الشوط الاولاني، وحتى سمحنا لهم هم يلعبوا كوره قدام الزمالك، ما اديناش فرصه ان هم يلعبوا زي ما ادينا الجونه النهارده اللي دي ادينا الجونه فرصه ان هم يلعبوا كوره. انا كانوت توك اباوت فاتيك، ما اقدرش اتكلم عن الارهاق. نو بيكوز وي ريفرش ذا تيم، لان احنا بنغير الفريق بننزل لعيبه ثانيه. ريفرش ذا تيم، الناس دي 4 لعيبه جداد كانوا مستريحين. And when we put the players who have been playing all the games, the intensity went up. ولما نزلنا اللعيبه كانت بتلعب على طول وكانت يعني المفروض انها مرهقه، شده الاداء زادت والايقاع بتاعنا زاد. So we should not make excuse about we've been playing too many games. This game was a training session. ما نقدرش اقول بقى في اعذار ان احنا بنلعب ماتشات كتير او كده، احنا بالنسبه لنا المباراه دي كانت تدريب، كانت تمرين، ما عملناش قداش اداء مباريات. We got punished. وتعاقبنا. We made an unnecessary foul. عملنا خطأ ملوش لازمة. And the goal went in. والفاول ده الخطأ ده الفاول ده جه منه الجون. And Zinawi was not even busy. وكابتن الشناوي ما كانش حتى بيشوف الكورة اللي فاتت. في أي أسئلة؟ اتفضل. تامر اسمه جيت ديور. شايفين ان في مسلسل إذاعة الفرص في الأهلي كتير جدا. التغييرات اللي عملها النهارده خفت الضغط على وفي نفس الوقت يعني احنا شايفين ان الأهلي بيفرص في نقاط سهلة جدا. أبسط يعني في مواجهة بالنسبة له أسهل من مواجهات تانية قوية. طب ما قال لحياتك تبقى أصعب. أصعب منها. تمام. فالأهلي بقى يعني هل هو استهتر بالخصم النهارده ولا اللعيبة ما كانتش على الكفاءة العالية اللي هي أصلا يعني تاخد كل ماتش بنفس المسؤولية، مش يعني مش ده أداء الأهلي في ماتش الزمالك، تمام؟ شفنا سموحة
الاهلي ادى اداء كويس جدا لكن الماتش خطف منه. النهارده في اخر ربع ساعه بقت لغز عن فريد. Is the press conference about you? حضرتك ماشي من فضلك حضرتك اختصر قول السؤال على طول حضرتك ماشي حضرتك قول لي بس سؤالي بالظبط عشان حضرتك قلته ده هو جاوب عليه دلوقتي حضرتك دي سؤال بقى اتفضل يو سبيك امي ريلي يعني اللي فات ده خلاص مش هنساله اللي فات مش هيساله حضرتك تسال سؤال جديد ار يو كوتشينج ناو يعني من فضلك بسرعه لو سمحت يو ار كوتش اس ذا كويشن اتفضل 2 مينيتس وي ويت فور يو طب اوكي ماشي بس ما حاجه بتتكلم بقالك كتير بتتكلم حاجات كتير فيها حاجات هو قالها فمش حاجه اسال سؤال بسرعه يو جو اتفضل يا فندم يو ماستر تاكتيشيا اتفضل حضرتك اتفضل يا فندم اذا الفرص سهله ميس مين ايزي اوبورتونيتي يس تو سكور اخر ربع ساعه ذا لاست 15 مينتس يعني كان بيدافع او تراجع وي ار ديفندينج وي ار ديفندينج تو بروتكت ذا سكور وي جيف ذا فلور تو ذا اونست تو سكور اجينست اس Who did you put the last few minutes? Who did you put? حطينا مين في آخر دقيقة؟ نعم. حطينا مين في آخر دقيقة التغييرات؟ حطينا مين في آخر دقيقة؟ مين نزل في آخر دقيقة؟ حضرتك شايف التغييرات إيه؟ It's not a matter of defenders or attackers. The last minutes we go to defend, to go to defend and to protect the score and we don't keep the rhythm of the game. So you protect the score with Salah and Afsha? بقول لحضرتك شايف ان احنا رجعت حضرتك بتقول له رجعت في الاخر تقهقرت ولعبت دفاعي عشان تحافظ على النتيجه بقول لك انا نزلت صلاح وقفشه انت شايف ان ممكن ادافع بصلاح وقفشه is on Hani no can I talk also ده ممكن دي فرصه كلمه عشان you ask a question can the coach speak هيك سالت سؤال مدرب فضل السؤال مش مترتب عشان كده ماشي The only substitute we made is Hani to bring Hani. هو التغيير الدفاعي اللي حطيناه هو هاني بس. And it is not a tactical substitution. وده ما كانش تغيير خططي Because عشان تغيير الماتش. Because we didn't have a problem with Beckham. ما كانش عندنا مشكلة في بيكهام لما نزلنا هاني مكانه. Because he hasn't played. I need to build him. هاني المفروض يحضره يديه زبا مشاركة. يديه زبا مشاركة عشان جاي من إصابة. زمالك coming. I've got the Champions League coming. عندها ماتش زمالك قرب وعندها ماتشات بطولة أفريقيا قربت فهو بيحاول يبني يزود ياخد أداء وياخد يعني okay. زمن مشاركة. فتغيير مش خططي كان تغيير بس عشان يدير وقت. أنا ما سيف سوليا. نفس الموضوع بالنسبة لي. And that's why I left Afsha on the bench. عشان كده حطوه كان مريح سوليا وأفشا. The only thing we didn't do is that we should have won the match in the first half. بس الحاجة اللي ما عملناهاش كفود نخلص الماتش مش الاول نكسبه ما عملناش ده واحنا بنقبل اللي حصل اوكي يعني طمنا المصابين بس ده خلاص بقى السؤال الخامس that I will take it as the coach because it's a tactical deficiency I will take that ده اخفاق فني انا بتحمله Okay. It's easy to say why you didn't put Afsha, why you didn't put Sulaya, why you didn't put all those players. ما ممكن حاجة تبقى قاعد من بره وبتحكم بسهولة. All these players have been playing. They need the rest. دي لعبت كتير جدا يعني بزمن مشاركات كتير محتاجة راحة. I give a chance to Karara. I give a chance to Nasser. إدي فرصة كهربا ونصر ماهر إن هم يلعبوا. Okay. I give a chance to Akram to play. والأكرم كمان. I still give Beckham. Because I need Hani to play 45 minutes. Okay, وده بيكام 45 دقيقة لهاني عشان محتاج زي ما قال حياتك عايز يزوده. The only thing we did right is we did not fight to win the match in the first half. الحاجة الوحيدة اللي عملناهاش بشكل سليم إن احنا الشوط الأولاني ما قاتلناش عشان نخلص الماتش من الشوط الأولاني نكسب الشوط الأول. Okay. فهم؟ Any other question? Okay, thank you. I think you're gonna be a coach next time. هتبقى مدرب قريب. You've got your tactics right, eh? You must apply. كابتن بلال يمكن نتيجة المباراة لا تعبر ابدا عن سير المباراة بكل احداثها على مدار الشوطين. طبعا انا بشوف انا اتفق مع الكباتن واتفق مع كابتن عادل طبعا في الكلام اللي قاله، انت النهارده يعني بتلعب فرقة من اقل الفرق اللي لعبتها في الموسم ده، ودي اقل مباراة اعتقد لفرقة الجونة، وانت مسيطر ومستحوذ ومسجل هدف، ما كانش من الضروري انك ترجع يعني تلعب زون ديفنس. النهارده الماتش لما بتلعب مع فرقه صغيره دايما لازم تحطها قدامك، لازم دايما تضغط عليها، لازم دايما تحاول ان انت تسجل اهداف، ما ينفعش ان انت تديهم مساحه وتديهم فرصه ان هم كمان ياخدوا نفسهم، ان هم يبتدوا يفكروا في الملعب. انت الاول من بدايه الشوط الثاني كنت انت بتديهمش فرصه ان هم يفكروا في الملعب، بتديهم فرصه فقط ان هم يشتتوا الكوره، يلعبوا الكرات الطويله، كوره كانت بتجي لك ورا مستريحه، ما عندكش ازمه، الاثنين السنتر باكس بتوعك مستريحين، ما كانش عندك ازمه في الكوره اطلاقا. انما لما ابتديت تتراجع اديتهم فرصة ان هم يبتدوا ينقلوا، اديتهم فرصة يلعبوا الكرات الطولية، اديتهم فرصة ان يلعبوا الكرات الطولية اللي هي على طرف الملعب، عشان كده قدروا ان هم ياخدوا فاول. وبعدين لما بتلعب فرقة زي كده يا كابتن أيمن يعني طبيعي هيسجلوا هدف ازاي؟ لازم الكرة ثابتة، ده وضع طبيعي، ما عندوش حلول،
يعني ما عندوش حل، ما عندوش حد عنده المهارة والسرعة ان هو يروح واحد ضد واحد ويسجل او يصوب او لكن عنده فرصة بس ان هو يستغل كرة عرضية، كرة ثابتة من كورنر من فاول زي ما حصل. وانا كمان يمكن انا عايز اقول ان في مشكلة الهدف اللي جت انا بحملها للشناوي تمام، لان انا النهارده لما يكون عندي اللعيبه لازم امسكهم واحد، لازم امسكهم كويس، لازم اضغط فيهم، لازم كمان ازعق بصوت عالي، لازم ااكد ان كل واحد مع واحد. النهارده الكره اللي جت كريم الطيب لوحده فاضي ونجيب لوحده فاضي، كره اتلعبت لو عدت كريم ممكن يكون كريم في موقف تسلل لكنه برده فاضي ما عندوش حد، كره لو عدت نجيب ممكن تروح لكريم. فالنهارده لازم تمسك بشكل جيد لان هي دي الفرصه الوحيده او اللعبه الوحيده اللي ممكن يلعب عليها الجون عشان يسجل هدف فقط لا غير. غير كده ما فيش اي تواجد في الملعب، ما فيش استحواذ، ما فيش خطر، بتلاعب فرقه ما عندهاش انياب حقيقيه. فانا بشوف او كنت بشوف ان فرقه النادي الاهلي بعد تسجيل الهدف ما كانش من الممكن او ما كانش من الواجب انك انت ترجع بالشكل ده، انك تتراجع خاصه بعد ما عملت التغييرات. انا بعمل تغييرات عشان اجدد، عشان افضل دايما في حاله استحواذ، عشان افضل دايما في حاله هجوم. ما بعملش التغييرات بتاعتي عشان ارجع والعب زون ديفنس واعتمد على الهجمات المرتده السريعه. انت بتلعب اوريدي فرقه عندها مشاكل في الاثنين السنتر باكس، عندهم بطء، بتلعب فرقه مفتوحه الاثنين الطرفين بتوعهم فاتحين الملعب، فبالتالي انت لو ضغطت واشتغلت واستحوذت كان ممكن تسجل هدف ثاني. هم مستسلمين كمان جدا النهارده، الفرقه ما بتضغطش عليك، هم مغلوبين ما بيضغطوش. هم منتظرين فقط ان يجي فيهم جول ثاني عشان المباراه تتقتل. انت اللي اديت فرصه للجونه ان يخش في المباراه. انت اللي اديت فرصه للجونه ان هو لعيبته تلعب وهي مستريحه شويه. لما بتسيب مساحات ليهم، هم النهارده كانوا بيعملوا ايه بعد ما الاهلي رجع ورا؟ ابتدوا يلعبوا كره عرضيه كلها، يباصوا بالعرض من الباك رايت للباك ليفت، من السنتر باك يبتدي لعيب نص ملعب بتاعهم. انا بشوف افضل واحد فيهم النهارده سيرجي أكا هو اللي كان بيحركهم، لانه كمان انت ابتديت ما تعملش ضغط عليهم، فابتدى يستلم بحريه. هو لعيب عنده سرعه وعنده قوه، ابتدى يبقى عنده رؤيه في الملعب، يبص الكرات الطوليه. انت اللي سبت له المساحات انه يشتغل فيها، لكن لما كنت بتضغط عندنا اكتر من فرصه كان ممكن الاهلي يسجلها. ونرجع برده للكلام اللي كنا بنقوله من زمان في كل استوديو، يا جماعه لما تيجي فرصه للتسجيل لازم تسجل. صح. لما تيجي فرصه لانك تقتل الماتش لازم تقتل الماتش. ما ينفعش ان انت تتعامل مع الفرص بالشكل ده، لازم كل كره عرضيه بالنسبه لك تبقى فرصه. النهارده ابتدينا نعمل كورسات الشوط الثاني، لازم يعني في الحاله دي كنت تلعب اتنين فراوده مش فرد واحد. انا النهارده يا جماعه مش هلاقي فرقه اسهل من الجونه، يعني باللي احنا شفناه النهارده مفيش فرقه اسهل من كده. فرقه مستسلمه في كل الاحوال وفي كل الجبهات، في الناحيه الهجوميه مستسلمه، في الناحيه الدفاعيه مستسلمه، في نص ملعب مدياك الحريه انك تعمل كل حاجه. مفيش يعني مش هنتكلم على الاجهاد، لكن هتكلم على طريقه اللعب. طريقه اللعب النادي الاهلي النهارده كان لابد ان هو يقتل الماتش بعد تسجيل الهدف الثاني. صحيح. طيب هنروح لزميلنا كريم احمد ولقاء مع الكابتن رضا شحاته المدير الفني لفريق الجون. بجد تحيه لك من جديد طبعا كابتن ايمن شوقي، كابتن الكبار، كل جمهور النادي الاهلي. مباراه غايه في الصعوبه، مباراه فيها امور فنيه كثيره جدا طبعا هنتكلم فيها طبعا مع الكابتن رضا شحاته طبعا احد ابناء النادي الاهلي وايضا المدير الفني لنادي الجونه. طبعا هقول لك النهارده مبروك طبعا على التعادل مع النادي الاهلي، انت عارف طبعا بقيمه النادي الاهلي الكبيره، مباراه بتكون صعبه، تحضيرك ليها اكيد كان جيد واضح النهارده. الجيم شفته ازاي؟ تعليماتك كانت ايه للعيبه؟ حطينا في الاجواء كده كابتن رضا. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا برحب بالكباتن في الاستوديو الاول. طبعا انت بتلعب النادي الاهلي تبقى فيه تحضيرات من وقت، ولازم تبقى عامل حسابك لان كل لعيب في النادي الاهلي ليه قيمته، او كل لاعب عنده حل فردي غير اللاعب الجماعي، فانت لازم تبقى مذاكر الكلام ده كويس. واحنا حاولنا نشتغل على الشوط الاولاني ان احنا نقفل على قد النادي الاهلي على قد ما نقدر، ما يبقاش فيه اختراقات او اللعب الطويل او الحاجات اللي هي البينيات، وقفلنا حاولنا نقفل الشوط الاول للاخر. ولكن لما بدا يجي هدف لازم حساباتك بتتغير، يعني بمعنى اصح ما عندكش حاجه تبكي عليها، يعني 1-0 خلاص خسران 3 نقط، فلازم تبدا تغير في شكلك، لازم يبقى عندك كثافه هجوميه، تقدر يبقى ليك خطوره، تقدر تاخد فاول زي اللي جون، الحاجات انت تشتغل عليها. والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نتعادل مع النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي نادي كبير، نادي الحلول الفرديه في النادي الاهلي كتيره جدا، وانت كمدرب عايز تقفل كل الحلول دي، فالامور بتبقى صعبه، ولكن في الاخر اشتغلنا على ده. واللعيبه في الشوط الثاني كنا افضل، احنا كنا اقل شويه في الشوط الاولاني، ولكن ده من الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها، احنا قافلين اللعب عشان نقدر ناخد النادي الاهلي الشوط الثاني، وبعد كده نقدر نخطف هدف او نقدر نشتغل بشكل مختلف. فالحمد لله السيناريوهات كلها خدمتنا، وقدرنا ان احنا نتعادل مع النادي الاهلي في وقت قاتل، يعني في الثواني الاخيره او الدقيقه الاخيره. فانا شايف ان اللقاء كله الحمد لله في المجمل عملنا لقاء كويس، وطبعا النادي الاهلي برضه عمل لقاء كويس. عندنا حظ كمان ان احنا في كوره في العارضه للنادي الاهلي الحمد لله، يعني ما جاتش.
فالحمد لله على النقطه وبنبني عليها الفتره اللي جايه ان شاء الله. النادي الاهلي كابتن رضا عنده ضغط كبير جدا الفتره اللي فاتت ولسه كمان بعد يعني وجود الجدول العام عنده ضغط كبير جدا. نقدر نقول مع التحضير الفني ان كنت مركز مع لعيبه ان النادي الاهلي موجد فممكن نشتغل على المساحات ممكن نقفل الحاجات دي ولا الامور دي كانت بعيدا عن تفكير كابتن؟ لا يمكن تبقى بعيده، اكيد اكيد لازم تحطها في حساباتك، انت لازم تبقى قاري كل حاجه. وانت لو مش قاري كل التفاصيل دي، وانا ليه بقول لك ان احنا عايزين نروح للشوط الثاني؟ انا بروح للشوط الثاني عشان عارف ان العامل اللي بدني اكيد هيقل. يمكن احنا برضو عندنا لعيبه مش في مستواها او مش في حالتها، لو كانت في حالتها كان الوضع اتغير في الشوط الثاني، ولكن اكيد درسنا كل ده واكيد عاملين ده في حساباتنا، ده طبيعي طبيعي. خلي بالك مع النادي الاهلي او مع اي فرقه انت بتلعبها، لو عندي لعيبه لو عندي فرقه هلاعبها ضغط مباريات بتعامل معها بهذا الاساس برضو، ان انا احاول ادوس عشان اقدر اخد اللقاء زي ما انا عايز. ولكن النادي الاهلي دايما بيبقى له حسابات ثانيه مهما كان، في عز ما النادي الاهلي بيقول عنده ضغط مباريات واللعيبه العامل البدني مش اعلى حاجه ولكن عنده حلول فرديه، فانت لازم تبقى برضه واخد احتياطاتك ان انت دايما مقفل اللعب، ما بتديلوش مساحات ان هو يخترق او سيروهات او حاجات طويله. وده غالبا النهارده ما كانش موجود، يمكن كره الجول بس حتى من مسافه بعيده لو لعيب طلع خطوتين خلاص هو الموضوع قفل، ولكن قدرنا نقفل المفاتيح بتاعت النادي الاهلي فالخطوره قلت بشكل كبير يعني. فالحمد لله ان احنا اتعادلنا وخدنا النقطه يعني. شكرا، ربنا يخليك. شكرا، شكرا. بنشكر اكيد طبعا كابتن رضا شحاته طبعا المدير الفني لفريق نادي الجونه، نقطه اكيد مهمه جدا هيساعد فريق الجونه خلال المرحله القادمه، وايضا كمان يكون ليها حسابات بقى مع النادي الاهلي الفتره القادمه لان لجات كبير جدا يا كابتن ايمن، وده واضح بشكل كبير. جدول الدوري كل ده تاثير كبير على النادي الاهلي، لكن خلاص قدرنا كده ان احنا نتعامل مع كل المباريات القادمه ومع التحديات الكبيره. ان شاء الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي، الصفحه هتتقفل ويبدا النادي الاهلي يفكر ان شاء الله في القادم. يعني حتى هذه اللحظه يمكن دي كانت الاجواء، لكن ان شاء الله باذن الله في انتظار بقى لاعبي النادي الاهلي وزميله ايضا فاروق صلاح في لقاءات مع النادي الاهلي عقب التعادل بنتيجه 1-1. عوده ليك يا كابتن ايمن من جديد. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نتكلم مع نجومنا الكبار على الكلام اللي قاله مستر موسيماني والكابتن رضا شحاته. ارجوكم انتظرونا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن علاء، يمكن مستر موسيماني في المؤتمر قال نفس الكلام اللي انت قلته، قال انا مش هتكلم على الاجهاد لان في لعيبه ما بتلعبش بقى فتره فمش هقدر اتكلم عن موضوع الاجهاد ده. هو عنده حق، احنا اتكلمنا في الاستوديو كله ايمن النهارده، يعني كلمه اجهاد مش على اللعيبه الموجوده، مش اللي بدات خالص. يعني حتى اللعيبه نزلت الشوط الثاني برده مش حكايه اجهاد، هو اللي ريحهم عمرو السلاوي وده كان فعلا لازم يريحنا وفعلا بقاله كتير قوي بيلعب. لكن هو في نقطه ايمن يمكن من وجهه نظري انا شايفها، بعد الكره اللي شاطها محمد مجدي وجت في القائم جالي احساس ان لعيبه النادي الاهلي استسهلت المباراه تماما، اللي هو انا في اي وقت هجيب هدف لان رده الفعل مش موجوده. يعني عادل واسامه وبلال اتكلموا ان رده الفعل حتى بعد الهدف، يعني بعد الكره دي شكرا يا وائل، شكرا يا سمير، كملها والنبي. لا بص كمان وقفت الجونه بعد كده بعد الهدف، بص بقت الامور سهله جدا خلاص. بعد الكره دي يا ايمن لعيبه النادي الاهلي حست ان قول لا انا هقول لك حاجه اكتر من دي بقى. اتفضل. بيجي لك احساس جوه الملعب في الظروف دي، علشان انا حاسس باحساس اللعيبه دي ان انت حتى في اسوأ الظروف هتطلع بالجول ده. لا وممكن لا يعني ممكن ما تجيبش جوال كويس، لا وممكن بس ممكن تكسب بالجول ده بس، وانا في اي وقت انا هجيب جول تاني وحتى لو ما جبتش. بص ايمن، هي للاسف العقليه كده دايما اللي بيخليك تبقى متحمس في ادائك في الملعب وعايز تقتل المباراه، بس لازم يبقى مبدأك رده فعل فريق منافس. رده فعل الجونه النهارده مش موجوده. كان عادل واسامه اتكلموا عليها وكان احمد بلال. رده الفعل بعد الهدف مش موجوده تماما، مع احترامي الكامل قالوا رضا، لكن يعني بص منظر لعيبه الجونه، بص مفيش حاجه خالص. يعني انت بتلعب مباراه في قمه السهوله، بص اربع مفيش حد يعني. بص ايمن المنظر طبعا الهدف ده غريب جدا، يعني حسين الشحات يعني ده ممكن يعملها وان تاتش، ده خلاص ده الموضوع منتهي تماما، يعني الموضوع منتهي تماما. هنا برضو بص ايمن بقت دي يا كابتن اسف معلش اتفضل اتفضل، دي بقى يعني سوء استغلال طبعا، مش سوء توفيق، دي سوء استغلال. أيوه. ما ينفعش كره اوقفها بيميني كده واحطها بوش رجلي الشمال كده بالشكل ده. أيوه. يا اما احطها بوش رجلي يا اما احطها بطن، يا اما احطها بروح اقول يعني عارف يا كابتن، يعني استكمال لكلامك انك انت النهارده لما بيجي لك فرص حاسس انك تكسب ماتش، فالفرص السهله بتتعامل معاها بسهوله بالظبط. أيوه. مرعونه قوي اللي هو انا هجي لي غيرها بالظبط. الاحساس ده يعني الاحساس بص خلي الصوره دي يا سمحت، خليها سمير لو سمحت. بص يا ايمن انت كده غالب 1-0. هل
الفريق الابيض ده دي رده فعل لفريق مغلوب 1-0 ضد 10 لعيبه كويس 10 لعيبه قدامك وبص حسين شحات رايح انفراد طبعا انا بتفق مع بلال ان ده سوء استغلال وسهوله ومستسهل الامور الكره فيهاش امور سهله الامور السهله انا اعرفه ان الكره دي تيجي جول طبعا 2-0 براحتك بقى بعد كده عايز تضيع عايز تعمل حاجه يعني كده بتكيف بيها نفسك يا بقول ماشي 2-0 هتخليك تيجي بالثالث والرابع والخامس وهتلاقي بقى العمليه بعد الكره دي ايمن وكره القائم انا متاكد من كده بقول لك لعيبه النادي الاهلي خصوصا الناس اللي بتروح للجون صحيح حست ان الموضوع سهل جدا ان هجيب جول لان خلاص حتى مع مرور الدقائق رد فعل فريق الجونه مش موجوده حتى التغييرات اللي عملها كابتن رضا بيتكلم عنها ان هو بيدعم الهجوم وكده حتى بعد ما النادي الاهلي بقى في نص الملعب مفيش حاجه حصلت انا عايز بس اقول حاجه بعد يعني بعد الهدف وكره حسين الشحات وكره القائم بتاع محمد مجدي انا عايز ملخص للي عمله فريق الجونه على الشناوي ولا حاجه هي الكره الثابته الاخيره ولا حاجه الى ان كره ثابته جابت فيك هدف ضيعت منك نقطتين عشان في حاجات غلط في الملعب حصلت مش مستر موسيماني صح في رعونه في الملعب صح الرعونه دي كلفتك نقطتين مظبوط طول عمر لعيبه النادي الاهلي ما عندهاش حته الرعونه والسهتار هدف واثنين وثلاثه واربعه لازم تخلص لازم يبقى عندك عارف انت يا ايمن صح الغريزه تبقى عندك جامده جدا لازم تخلص مباراه ويبقى لا انا عايز اكسب واكسب مكسب صح. مريح لكن بتسيب الامور معلقه كده لا انا وبعدين انا بتفق مع بلال فعلا الكوره بتاع حسين الشحات انا كانت ضايعه مني خالص ده هدف مزبوط. ملوش حل مظبوط كابتن اسامه مستر موسيماني يمكن قال كمان في المؤتمر الصحفي ان احنا كان لازم نخلص الماتش من الشوط الاول يمكن بيتكلم عن بدايه الشوط الاول يمكن ما كانش عاجباه بدايه المباراه ولكن قال لك ده ما حصلش فاكيد لازم نتعاقب وده اللي حصل واحنا راضيين بالعقاب اللي جالنا انت الشوط الاولاني يا ايمن 45 دقيقه كانها لم تلعب صح انا قلت لك الفتره اللي انا كنت بتكلم فيها اللي فاتت ان احسن فتره لعب فيها النادي الاهلي في هذه المباراه هم حوالي ال 20 دقيقه من ساعه ما حصل تغيير قفشه وطاهر والاندفاع اللي حصل وتحس فيه حيويه واخطاء كثيره من فرقه الجونه وقدرت تجيب جون والفرص اللي جت بتاعت اللي كان لسه علاء وبلال بيتكلموا فيها بتاعت الشحات وكره في القائم الفتره دي انت افضل فتره لعبتها لكن الشوط الاولاني هو يقصد ان انا ضيعت الشوط الاولاني مش اضعته يعني انا عملت شوط كويس قوي واضعنا فرص لا هو بيقول يعني معناه ان الشوط الاولاني احنا هي دي الكوره الوحيده اللي في الشوط الاولاني شريف وبدايه المباراه اسامه في بدايه المباراه في الدقيقه بالظبط يعني انا كنت كاتبها في الدقيقه 2 ما هو بدايه المباراه بدايه المباراه بدايه الماتش شريف استلم كويس ورقص كان لازم يديها كان لازم يديها للكهرباء بس برضو ماشي هو صح ممكن يديها الكهرباء بس هو كمهاجم برضو ممكن يعني شفنا جوان كتير وانتوا الناس هي لمست كمان اسامه طلع ضربه ركنيه وطلع كمان ضربه ركنيه يعني ماشي تصرف في اول دقيقتين في المباراه مقبول فهو مقبول يعني ما تقدرش تقول عليها مفيش بقى خطوره الشوط الاولاني تاني تحس بيها من فرقه الاهلي صحيح انت اكتر سيطره اكتر لكن ما فيش الخطوره الكبيره قوي دي برضو تسديده رغم ان هي اتعملت كويس يعني. كهربا برضو ما حطش فيها لا المكان ولا قوه القوة. يعني في تقريبا في نص الجون سهله جدا على اسلام طارق كان مفروض لو يعيدها لنا تاني سمير مفروض اتخطفت كويس وضغط كويس جدا من اكرم اللي هو وديانج يعني بنقول بذلوا جهد كبير لكن ف كملها سمير اتعملت كويس قوي من الشحات وشريف سندها كويس قوي الكهرباء مفروض تروح في الزاويه البعيده على شمال اسلام طارق وهو مفكر في كده لكن تنفيذها ما جاش كده تنفيذها جه لا القوه فيها قوه ولا الزاويه اللي هي البعيده اللي هي قريبه قوي من القائم الايسر هي راحت في نص الجون في ايد فهي ما تعتبرش فرصه يعني فرصة مؤكده حقيقة. حصلت يمكن دول هم الكورتين اللي كانوا في الشوط الاولاني فعشان كده هو قال ان الشوط الاولاني بما معناه احنا اضعناه البدايه بتاعتنا يعني 45 دقيقه أولين. انت اكنك ما لعبتهمش يعني اكنك ما لعبتهمش انت شكلك مسيطر وشكل الجونه ما بيعملش اي حاجه على الشناوي لكن انت اضعت ال 45 دقيقه الاولى
ف يعني نتمنى ان الاخطاء دي تتدارك. طبعا كهربا دي برضو عملها زنق نفسه قوي، كان المفروض من بدري قبل بس دي تتعمل بالعرض يا كابتن من قدام ال 23 يعني او حتى ما بين الجول ممكن وحسين يكمل مظبوط. والفكره برضو ان يلعبها من قدام نجيب. اه طبعا بص يا كابتن ده الاسهل لان خد بالك نجيب يا كابتن اصلا هو رايح يعني هو رايح تكمل هتلاقيه مقفول عليه لما لا يا كابتن هو قافل نجيب. بص يا كابتن نجيب عارف انه كهربا هيلعبها تولت منه اه بس هو راح قفل على نفسه زياده لان كان ممكن من بدري بالعكس يعني هي برضو لو اتلعبت من بدري ولا جيت طبعا نجيب طبعا بخبره السنين زي ما بيقولوا راح قفل كويس مع شريف وشريف كان قفل بقى كمان لقدام شويه وكهربا نفسه طولت منه الكره فتزنق فيعني الشوط الاولاني راح مننا ده سبب رئيسي في صحيح. من الاسباب اللي اضاعت اللقاء وطبعا عدم التمركز الجيد في كره الفاول اللي جه علينا في اخر خمس دقائق يعني. كابتن علاء كابتن عادل هل الاخطاء اللي ادت للتعادل النهارده وفقدان نقطتين ثمينتين نلخصها في الاستهتار بالخصم بس؟ لا حاجه مهمه انا اخد بس من الكابتن علاء كلمه قالها مهمه وقال لك ما شفناش النهارده اللي هو ايه طمع اللعيب في احراز الاهداف. لا هقول لك انا كمان حاجه ثانيه كره القدم لازم تحترمها عشان تحترمك طبعا. صح طبعا. شوف بقى من الاخر يعني هي. احترمها في كرة حسين الشحات لو احترمتها كان بيبقى 2-0 2-0 هي السيناريو يزيد هتجيب ثالث هتجيب رابع هتجيب خامس انت فاهمني يا كابتن. فالاستهتار بتاع اللاعب اي لاعب يضيع فرصه ممكن الفرقه كلها يمكن احنا واحنا قاعدين بنتفرج والكره دي بتاعت جد بتاعت حسين الشحات قلنا خايفين لا نتعاقب في الاخر لان احنا صح. فاهمين العمليه ايه يعني كتير قوي من اللعيبه القدام او الجداد يمكن القدام عندهم دي شويه اللي هو ايه انه 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 دايما عارفين يعني عاوز اقول لك ايه عاوز اجيبها لك ازاي ان المدربين اللي قدام النادي الاهلي يعني رضا شحاته من حقه يقول اي حاجه دلوقتي طبعا يعني ما راحش على الجون ولا مره من حقه يقول انا عملت وقريت السيناريو. الحاجه الثانيه المهمه هو في نفس الوقت انت النادي الاهلي دايما بتجيب جون وبتجيب الثاني وبتجيب الثالث ما فيش مدرب يطلع يتكلم كلمه صح. دي واحد. والحاجة المهمة انت كنت بتلعب مباراة عشان تدي عنوان للمباراة التانية للفرقة التانية انت كنت بتلعب مباراة علشان تدي الخصم بتاعك المباشر ان هو بتدوس علشان تحصل عشان تاخد البطولة منه. لكن عايز اقول النهاردة انا شايف ان لعيبة النادي الاهلي ضياع البنطين جات من ضياع الاهداف أي. لان الاهداف بتاعتك بتخلي المدرب الاخر ما بيبقاش عنده سيناريو صح. لكن لما تضيع اهداف وهو يجيب هدف حتى لو ما راحش على الجون ولا مره صحيح. من حقه ان يقول انا عملت وقريت وسويت والحاجات دي كلها صحيح. كابتن بلال كان ممكن برضو بالرغم من الفرص المهدره والنتيجه 1-0 قريبه جدا كان ممكن برضو نحافظ على المكسب دوت 1-0 يعني حته التمركز الخاطئ في الكره الاخيره في الضربه الثابته كان ممكن بسهوله لو بس كل واحد عدل في مكانه وكل واحد مسك المان بتاعه كان بسهوله كان ممكن نطلع كسبين 1-0 اه طبعا ما ده اللي قلناه قلنا ان انت النهارده بتلعب فرقه كل الحلول بالنسبه لها كره ثابته يعني النهارده ما عندهاش حلول تقريبا يعني انا مش مع رضا شحاته في الكلام اللي قاله لان تغييرات رضا شحاته بيغير لعيب لعيب أيوه. يعني لما تيجي تشوف اللعيبه يعني لما جه غير كريم الطيب بمبومبا يعني أيوه. راس حربه صريح براس حربه صريح تمام محمد رجب باحمد عامر محمد رجب لعيب طرف في الاصل تمام صح. بيلعب فيرود بس من الطرف يعني باحمد نفس يعني نفس هو بيحافظ على شكل الفرقه أي. هو بس بيغير عشان المجهود لعيب مثلا بذل مجهود بلعيب تاني لسه فريش عنده امكانيات لسه عنده امكانيات بدنيه قدرات بدنيه يقدر يكمل في الماتش ويجري كتير يعني صح. انما ما عملش حته المجازفه مظبوط عشان نقدر نقول ان هو عمل تغييرات قلبت الماتش لصالح فرقه الجونه يعني احنا برده ما شفناش الجونه ليها يعني كرات واضحه وصريحه واهداف كانت ممكن تكون محققه او فرص ضائعه محققه ليها وجود على الاطلاق في الثلث الاخير فبالتالي هات كده ملخص لفرص الجونه مفيش يا كابتن مفيش هي مفيش وجود في الثلث الاخير خالص مفيش خالص فانت النهارده ايه الفرصه المتاحه بالنسبه له كره ثابته يا كورنر يا فاول انت الحاجات دي لازم تبقى عندك يقظه وعندك تركيز جامد جدا انا النهارده بشتغل على الفرقه اللي قدامي بتشتغل على حاجه على واحده زي دي صح. وعندهم لعيبه مميزه يعني الاثنين الكورنر اللي جولهم يا كابتن قدروا يلعبوهم بشكل كويس تمام كان ممكن يستغلوا واحده فيها الشوط الاول هي. فالنهارده لازم تشتغل على الحته دي ان انا امسك مان كويس قوي
وعمل تغطيه بشكل كويس جدا، لكن الفاول اللي جه واتلعب، احنا شفنا لعيبه النادي الاهلي مفيش تمركز غير جيد، المراقبه مش جيده، فبالتالي صح. كان ممكن سهل جدا ان الكره دي تسجل هدف. واحنا قلنا ان احنا بنقلق من لما تسيب المباراه للاخر بنتيجه 1-0 حتى وان كان المنافس سهل، حتى وان كان سهل صح. لان خد بالك هو الحاجات اللي بيلعب عليها وارد، وارد حتى الخطا في كره القدم وارد، ان الكره تتلعب واحد من عندك يخطف نفسه وارد جدا انها تخبط في اي لعيب بس اللي مش وارد يا كابتن بلال حاجه مهمه قوي، الوقفه تبقى غلط. ما هو ده التمركز يا كابتن، يعني من البدايه بتاعت الشناوي دي كان ممكن الشناوي يخرج بره، يخرج يخرج اللعيبه على 18 مظبوط، يخرج الحيطه نفسها على ال 18 واللعيبه كلها تقف على خط واحد بعيد شويه عن الشناوي عشان يديله فرصه، ولا مسكوا مان ولا وقفوا، بس ولا وقفوا على مسافه. بغلط الشناوي في الحته دي، انا القائد رقم واحد صح. انا اللي شايف اللعيبه، انا اللي بوجههم، انا اللي بمسكهم، لعيب لازم يمسك ده ولعيب يمسك الثاني، لكن 6-7 من لعيبه الاهلي زياده ولكن يا كابتن مش ماسكين، لما يبقى عندك 6-7 في ال 18 بس مش ماسكين وفي ثلاثه لوحدهم، لا ده خطا طبعا مزبوط. خطا قيادي مزبوط. ده انا عايز اقول ده خطا قيادي، خطا في التمركز وخطا في الرقابه، خطا كلفك مباراه تقريبا، كلفك مباراه بنتين. اه طبعا مزبوط. كلفك ماتش من السهل جدا أيوة انك تكسبه مزبوط. ما ينفعش مباراه زي دي، او يعني خلاص انت تعادلت، لكن ما ينفعش المباراه اللي زي دي تخسر فيها نقطتين. صح درس، ما ينفعش. درس كبير جدا ودرس قاسي. يمكن مستر موسيماني اتكلم في المؤتمر الصحفي وقال ان انا الشوط الاول اضعته، او الشوط اقرب بالتقسيمه، الشوط الثاني كان ممكن اكسب صح. يعني فرصه واحده للجنه راحوا بيها، ولكن ده يعلمنا زي ما قال كابتن علي من شويه ان لما تجيلك فرصه متاحه لتحقيق الهدف لازم تحققها. يمكن انا عايز اقول حسين الشحات برضو في ماتش الزمالك نفس الكوره بالظبط، نفس الكوره، سوء استغلال، سوء يعني وقفت الكوره بشكل خاطئ، بتفكر تفكيرين، لكن لازم يا جماعه عشان نكسب ونقتل الماتشات لازم نستغل كل الكرات المتاحه صحيح. بالنسبه لنا لتسجيل الاهداف اللي نقدر اسجلها. صحيح. طيب هنروح لفاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس، ارجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا بيك كابتن ناصر، منورنا. تحياتي كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي كابتن علاء ميهوب والكابتن اسامه عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن احمد بلال. منور يا كابتن. نروح لطاقم التحكيم كابتن ايمن. هو محمد عادل الحكم الدولي كان حكم الميدان، معاه مساعد رقم واحد شريف عبد الله من الحكام المتميزين جدا، حكم مساعد رقم واحد، وكان المساعد رقم ثاني ايضا محمد عزازي من منطقه القاهره، حكم الرابع محمد فاروق، وكان على الفار صبح العمراوي وحماده الكلاوي من اسكندريه ومن السوهاج. الحاله الاولى مهمه جدا جدا كابتن ايمن، هنتكلم فيها اللي حاجه اسمها تعمد اللعب او ديبريتلي بلاي من المدافع، دي حاله مهمه جدا جدا هنتكلم فيها اثناء الحلقات. بس هنشوف الاول هنا ستوب، هنا الكل تخيل ان حسين الشحات تسلل، ولكن خلينا نشوف مين اللي لعب الكوره كابتن. هرجع كده هنا، هنا فعلا حسين الشحات في موقف، بس هنقف 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 هنا فعلا حسين الشحات في موقف تسلل. هنا في حاجه اسمها ديبريتلي بلاي اللي هو تعمد اللعب من اللاعب المدافع، حتى لو حسين الشحات في موقف تسلل والكره تاتي من راس المدافع وتروح له يستمر اللعب، مفيش تسلل. دي حاجه بنقولها للاعيبه ليه؟ ربما يمكن حسين الشحات يمكن حس ان هو يعني تسلل، وبالتالي هنا كان يجب عليه ان هو يعني ياخدها بجديه، الفرصه ياخدها. وهنشوف كده اللعبه، وهنشوف نمشي شويه، نمشي هنا خلاص هو انفرد هنا، كان ممكن يدوس ويحط، ولكن انا بتكلم الكره دي لعيبه متعمد يلعبها لورا بالظبط كده. ده التعمد، طالما انا طلعت من الارض كابتن احمد، يعني ايه تعمد لعب؟ تعمد لعب ان انا اروح للكره واطلع اعمل ارتقاء والعب بدماغي، او انا اروح الكره والعب برجلي. لو احنا لاحظنا تاني دي حاجه مهمه جدا، هو قالشها يعني، هو انا طلعت من الارض، طلعت من على الارض، قالش الكوره تبقى اوف سايد. لا 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 لا، بص يا كابتن، انا العبره بايه؟ بان اللاعب النهارده كابتن علاء تحرك وطلع عمل ارتقاء، طلع في فرق ان انا واقف مكاني وكره تصطدم بيا وتروح للاعب في موقف تسلل. انما انت كلاعب مدافع طلعت وعملت ارتقاء وبتلعب، بصرف النظر عن جوده لعبتك ايه هي، انا مش علاقه بيها، ولكن انا العبره بايه؟ بانك انت هنا في تعمد لعب من اللاعب المدافع. نمشي ونشوف، نمشي بالكره ونشوف، دي حاله مهمه جدا. وهنا لو كان جه هدف كان الهدف هيتحسب. انا هنا بشيد بالحكم المساعد، هو الحكم المساعد هنا شاف مين اللي لعب يا كابتن أيوة علاء. هنا بقول هنا في الكوبريشن بتوين بين الريفري اند اسيست ريفري، التعاون بين الحكم والحكم المساعد. هو هنا بيقول له مين اللي لعب، ايوه المدافع ولا المهاجم. الحكم هنا ليه دور،
في ان هو يتعاون مع الحكم المساعد ويقول له لا ده اللي لعب هو المدافع وبالتالي هنا يستمر اللعب. حاله طبعا حاله من الحالات المهمه كانت في الشوط الاول تميز للحكم فيها وتميز للحكم المساعد شريف عبد الله. نروح للحاله اللي بعد كده نتكلم على استمراريه اللعب واتاحه اللعب والفرصه. نروح دي انا بقول لمحمد عادل كان يجب عليك انك انت تخلي اللعب يتواصل. خلينا يعني هنا في اللعبه هنا الكره راحت نرجع تاني هنا انا هنا كحكم بساعد على استمراريه اللعبه كابتن علاء. انا شايف ان هنا في مخالفه هنا في مخالفه تمام تمام نمشي هنمشي المخالفه موجوده الكره راحت لمين هنا كان يجب خلي اللعبه تواصل لان دي هجمه تعتبر هجمه كابتن وعدة. احساس ان سيرجي اكا كان هيلحقها الاول هو حس بكده بص بص يعني لما تحس ان سيرجي اكا كان ممتاز ممتاز انا كحكم بدل افضليه لو سيرجي اكا راح خدها هرجع احسب المخالفه ما عنديش مشكله انا عندي النهارده القانون بيديني اكتر من اختيار كابتن اسامه. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده نشوف نفس اللعبه هنا ستوب نفس اللعبه هنا 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 في مخالفه وبالتالي الكره بتروح للاعب الاهلي هو هنا الحكم صفر. طيب يلا شوف تاني هنا نفس الشيء كان ممكن يخلي اللاعب ويمشي ولو حصل ان اللاعب الابيض خد الكره هرجع واحتسب المخالفه. دول حالتين ورا بعض نمر نروح للحاله اللي بعد كده ونشوف هنا هذه المخالفه نشوف اسلوب الدخول او طريقه الدخول هنا في اللاعب هنا هو دخل في البطن هو جاي من سرعه وجاي من قوه في لحظه ان اكرم جاي بيطلع شاف ان هنا في مخالفه وكان يجب اشهار البطاقه الصفراء هنا للاعب الجونه تهور الجونه يا كابتن ولا اكرم؟ لا لا اكرم هنا نجح في ان هو يلعب الكوره كابتن انا رايح للكوره انا هنا بس يا كابتن هل هو سرعه اللاعب هنا دي يعني غصب عنه بعد وحاول يوقف ماشي انا ممكن اعمل سرعه لاعب وارتكب مخالفه تمام كابتن مخالفه أيوة. يبقى انا بحاسبك على المخالفه ولكن أيوة. هنا بقول كان ممكن صح. هنا يشهر البطاقه الصفراء أيوة. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده هنا هو هنا تميز هنا لمحمد عادل الكابتن ايمن وهقول لك تميز ليه هنا خلى اللعب يتواصل ونمشي 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 ونشوف الكره هتطلع رمي التماس هيرجع يدي البطاقه الصفراء للاعب زبون ليه ليه ده اللي احنا كنا بنقوله من شويه نرجع باللعب الاول نشوف هذا اللاعب ارتكب مخالفه تستوجب البطاقه الصفراء هنا هنا ستوب هو هنا اللاعب هنا ارتكب المخالفه صح. بس مشى اللعب انما هو كان عنده قراءه كويسه جدا جدا اللاعب الان خد الكوره وراح ومشي ساب اللعبه تواصل ورجع هنا ادى الانذار طبقا للقانون دي حاله من حالات التميز لحكم المباراه صح يمنع عليها التوقع والقراءه الجيده للمباراه نمر ونروح للحاله اللي بعد كده حاله من الحالات المهمه جدا تسلل عند محمد عزازي مساعد رقم 2 بقول ان النهارده 2 مساعدين كانوا هايلين جدا جدا شريف عبد الله في اللعبه في الدقيقه 18 وهنا رابط كويس قوي وقفته في الكره دي هايل الايمان رابط كويس قوي اول مساعد وكمان اللعبه متحركه كابتن علاء ان هو محتاج يعمل 3 حاجات يعمل سبرنت يقدر يواكب اخر ثاني مدافع يقدر يربط ما بين اللعب اللمس وموقف تسلل وبالتالي هنا اشار على تسلل وهنا بشيد بمحمد عزازي اللي هو المساعد رقم 2 نروح للحاله تقريبا الحاله اللي جايه ونشوف هنا حاله من الحالات اللي انا شايف ان هي يعني خرجت الكره خارج منطقه الجزاء يعني حاله من الحالات الصعبه ولكن انا هنا بقول ايه اخر حاجه بقول الحكم لو انا جبت تمركز الحكم حاله من الحالات مهمه جدا جدا ودي حاله تعليميه للحكم نرجع تاني بسرعه وخلاص وهنقول اخر حاله هرجع تاني لللايف بتاعها نشوف هنا هنا ستوب هنا الحكم عشان اقدر اقول ان الخط ده كابتن ده بتاع الحكم لازم اجي كده دي بتاعه الحكم انا لازم الحكم يجي شويه شمال قوي عشان التمركز يبقى صحيح بحيث ان انا اشوف الكره دي هل هي خرجت خارج منطقه الجزاء ولا ما خرجتش محمد عادل وقف مكانه بس كابتن نصر وكابتن محمد عادل يعني حتى الكره راح للحارس المرمى حتى بالظبط ما اداش اهتمام هو كمل اللعبه ماذا لو الحارس خرج بيها كابتن علاء ما هي هو مسؤوليه مين هو طبعا لكن هو تاجيله ليها ان هو ان الحارس هياخد ويلعب الحارس هياخد ويلعب ولكن بيقول للحكم من فضلك لا تامن غادر المباراه صح هذه الحاله لابد انك يبقى التمركز فيها جيد لانك انت الخط ده الخط بتاعك مش بتاع المساعد رقم 1 ولا بتاع الحكم رابع ولا بتاع الفار
طبعا بتمنى للتحكيم دايما ان هو صحيح. يبقى موفق، ونتمنى المباراه اللي جايه ان شاء الله الاهلي يبقى فيها موفق باذن الله. شكرا جزيلا خبيرنا التحكيمي الكبير كابتن ناصر عباس. وبنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه اليوم بين الاهلي والجونه والتي انتهت بالتعادل 1-1. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله في المباريات القادمه. حابب نشكر في النهايه نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده، كابتن علاء ميهوب الف شكر يا كابتن، نورتنا. مشكورك يا كابتن اسامه عرابي، الف شكر يا كابتن نورتنا. شكرا ليك يا ايمن وهارد لك، وان شاء الله نعوض الماتش الجاي ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن احمد بلال الف شكر يا كابتن نورتنا. شكرا كابتن، ربنا يخليك وهارد لك نادي الاهلي. كابتن عادل عبد الرحمن نورتنا يا كابتن، الف شكر. شكرا كابتن. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.